إذا عندكم مشكلة يعني بتقدروا تكتبوا على الشات، أو نقدر نعمل يعني توقيف للتسجيل لما تحكوا في حال كان عندكم يعني إزعاج أو يعني ما تفضلوا الموضوع. تمام؟ طيب. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم كلكم. أول شيء هنعطيكم مقدمة سريعة عن هذا الإيفنت وشو هو. هيكون في عرض شرائح سريع عن فعاليات الاستراتيجية وعن استراتيجية ويكيميديا لسنة 2030، وبعده بدنا نبدأ الجزء الأهم من فعاليتنا اليوم أو من هذا الإيفنت، اللي هو موضوع النقاش. أول شيء أهلا وسهلا فيكم ببعض لغات العالم، في عدد كبير من اللغات. مرحبا، سلام، إلا تشاو، اللي بدكم إياه. في أشخاص جدد عم ينضموا، فرجاء من الكوهوس إنه برضه يدير باله على هذا الموضوع لأنه أنا هكون عم أحكي. طيب، أول شيء، شو هي أهداف هذا الاجتماع؟ هلا مقدمة سريعة عن الاستراتيجية. الاستراتيجية هي موضوع طويل ومعقد، ويمكن كثير منكم ما عم تتابعوه أو يعني بتشوفوا عنه أخبار بين الوقت والآخر، بس صعب تلموا فيه لأنه بصراحة هو له كثير تفرعات وكثير تشعبات. فبس مشان أذكركم إنه وين نحن هلا بالاستراتيجية بالعموم. نحن وصلنا لمرحلة إنه تم نشر توصيات ويكيميديا لسنة 2030 بمنتصف هاي السنة. هي التوصيات تحتوي خطة ومشاريع وأهداف تفصيلية يعني، أو أهداف اللي ممكن نقول اللي حابين نحققها من هون لسنة 2030، ليس فقط في ويكيبيديا أو فقط في المجتمع العربي أو المجتمع الإنجليزي أو غيره، وإنما على مستوى كل حركة ويكيميديا يعني، كل مشاريع الويكي أولا اللي هي ويكيبيديا ومشاريعها الشقيقة، وكل المجتمعات بمختلف أنحاء العالم ثانيا. النقطة بس هي إنه هي الاستراتيجية يعني هي شوي كبيرة وضخمة، وهي تم التطبيق على نطاق واسع. فقبل ما نبدأ مرحلة التطبيق أو نبدأ مرحلة التنفيذ، لازم يكون في، مثل ما راح نوضح عدة مرات خلال هذا العرض، لازم يكون في تحديد لبعض الأولويات اللي بنشوف إنها أهم من غيرها أو لازم تطبيقها قبل غيرها. فالهدف من اجتماعنا اليوم هو إنه لا خلينا بالشريحة الأولى مبدئياً. الهدف من اجتماع اليوم هو إنه نبدأ نحكي عن موضوع تنفيذ استراتيجية ويكيميديا. بدنا نعرف المجتمع العربي باللي عم يصير بهي الأولويات اللي بدنا نحددها. وهي الأولويات بصراحة لازم تحط بشكل تشاركي، يعني إحنا كمجتمع عربي لازم يكون لنا دور وصوت ومشاركة بوضعها، وما بيصير إنه نكون فقط متفرجين أو فقط جزء خارجي. والهدف من هي الفعالية هو إشراك المجتمع العربي بهذا الأمر. الشريحة التالية رجاء عزيزي أنس، شكرا لك. فنوصل هيك بأنه أهداف هذا الاجتماع تحديدا. هلأ موضوع تحديد الأولويات موضوع ماله سهل، ونحن نتعامل مع مجتمع عربي ضخم، يعني عندنا مئات المحررين، عندنا 8 مجموعات مستخدمين معترف فيها حاليا، ممكن تصير قريبا 9. ففي عندنا مجتمع كبير، ومو سهل أنه باجتماع واحد نحدد أولوياتنا. فأهدافنا لهذا الاجتماع هي بشكل رئيسي 3 أمور. أول شيء حابين إنه نعرف المجتمع أو يعني نعمل مثل دعاية وتبليغ ونلفت نظر أعضاء المجتمع سواء الويكيبيديين أو مجموعات المستخدمين وغيرهم، إنه في حالياً سلسلة من الفعاليات عم تصير مو فقط للمجتمع العربي وإنما حول العالم بخصوص موضوع تحديد الأولويات. النقطة الثانية هي إنه حابين نعطيكم مقدمة سريعة عن توصيات الاستراتيجية. بصراحة نحن نتوقع من الحضور إنه يكونوا أصلاً عارفين هاي التوصيات، لأنه هي نشرت من شهور، وأنا وزميلي أناس برضو عملنا شرح عنها قبل عدة شهور وكان مسجل ونشر. بس برضو بنعرف إنه كثير منكم ممكن يعني يكونوا نسيوا أو ما تابعوا، فبرضو بنحب نذكركم فيها. النقطة الثالثة هي إنه بصراحة حابين نفتح نقاش، وهذا هيكون جزء كبير من اجتماع اليوم أو حوالي نص وقت الاجتماع. حابين نبدأ النقاش بخصوص شو هي أولويات المجتمع العربي. هذا الشيء مو معناه إنه خلال هذا الاجتماع هنحدد هاي الأولويات، وإنما إنه بدنا نبدأ النقاش وبدنا نشوف شو هي آرائكم ومواقفكم كحضور إذا حابين تعبروا عنها بخصوص الاستراتيجية بعد ما نحكي لكم عنها. الشريحة التالية رجاءً. السؤال بقى هو إنه ليش بدنا نحدد الأولويات؟ هذا السؤال أجبنا عنه بسرعة للتو. التوصيات الاستراتيجية اللي قلنا لكم إنها نشرت من شهور، هاي التوصيات هي نتاج عمل سنتين كاملين من الشغل ومن النشاط ومن
العمل يعني الحثيث بصراحه مع مجتمعات ويكيميديا، فكان في كثير متطوعين مئات منهم شاركوا بوضعها وبتزويد ارائهم وبكتابه التوصيات. فهي التوصيات مهمه جدا وقيمه جدا، بنفس الوقت هي فيها عدد كثير كبير من المشاريع الطموحه. يعني اذا جمعنا كل المشاريع الموجوده بتوصيات ويكيميديا اللي هي 10 توصيات فقط، ولكن كل توصية بتنص على عدة نقاط أو على عدة مشاريع لازم تنفيذها بالمستقبل، مثل مثلا إنه نأسس فروع لمؤسسة ويكيميديا، أو إنه يصير في عندنا وثيقة لقواعد السلوك، أو نحسن واجهة الموسوعة وغير ذلك من الأمور. فهي المبادرات أو هي المشاريع إذا جمعناها بيطلع عددها حوالي 50 بالتوصيات، بنسميها المبادرات نحن. وللأسف لا يمكن تنفيذها كلها مع بعض، ويمكن أصلا ما يمكن تنفيذها كلها على الإطلاق. فحاليا هدفنا هو انه نشوف نطلع على هدول الخمسين مبادرة، صح عنده 50 عدد شوي كبير، بس لازم نحدد منهم بالنسبة لنا نحن كمجتمع عربي، وبالنسبة ايضا لمجموعات المستخدمين، كل مجموعة مستخدمين شو هي المبادرات اللي لها أولوية أكبر بالنسبة لهم، لأنه بناء على قائمة الأولويات اللي هنعطيها للمؤسسة، المؤسسة هتقرر أو هتحط خطة لتنفيذ الاستراتيجية خلال السنتين الجايين. الشريحة التالية رجاء. بالنسبة لاجتماعنا اليوم فهو مقسم لجزئين رئيسيين. الجزء الأول اللي نحن هلأ فيه هيكون عبارة عن تقديم سريع عن أول شيء مثل ما قلنا لكم الفعاليات، شو هي الفعاليات اللي تو أنا حكيت لكم عنها شوي. ثاني شيء راح نحكي أنا وزميلي أناس عن توصيات الاستراتيجية، وعن يعني بشكل مختصر بصراحة مو بشكل متعمق، بس هنحكي عنها شوي مشان تحضركم للنقاش. النقاش بقى هيكون الجزء الثاني من الاجتماع، إذا بتحب تروح على الشريحة التالية. النقاش هيكون الجزء الثاني من الاجتماع، وهيكون المحور تبع النقاش هو إنه من وجهة نظر المجتمع العربي أو العالم العربي شو هي المشاريع والتوصيات اللي بنشوف إنه إلها أولوية أكثر من غيرها بمرحلة التنفيذ. هي الأولويات ما هتكون بس على مستوى إقليمي، يعني مو الفكرة بس إنه نحن نتحدث عن الأولويات المهمة بالنسبة لنا كمجتمع عربي، وإنما من المهم أيضا أنه نتحدث عن الأولويات اللي بنشوف ضرورة تطبيقها على مستوى عالمي. يعني نحن من وجهة نظرنا ممكن أيضا نشوف أنه في مشاريع بالاستراتيجية لها أهمية أكثر من غيرها على مستوى العالم كله، وليس على مستوى مجتمعنا نحن فقط. هذا يكون موضوع النقاش اليوم. احتمال الوقت ما يكفي لكل النقاش، بس ما في مشكلة، لأنه هي نبعث لكم استبيان بعد الاجتماع مشان نكمل عبره جمع الآراء، وبرضه هيكون في مساحات للنقاش على ميدان ويكيبيديا وبأماكن مفتوحة مشان الشفافية. الشريحة التالية رجاء. هلأ الجدول الزمني، هلأ دورك أنت أناس، مضطر تقلب الشرائح. تفضل. نعم، شكرا جزيلا عباد. أولا فقط ملاحظة، لأنه تواصل معي عدد كبير من الزملاء خلال الدقائق والثواني الأخيرة بأن أضيفهم إلى الاجتماع. للأسف أنا أظهر شاشتي فلا أستطيع في نفس الوقت إضافة الناس، وإلا ستختفي الشاشة. فلو سمحت يا عباد، خلال الوقت الذي أنا سوف أقوم به بالتحدث عن الجدول الزمني، لو سمحت أن تبحث عن الناس الذين ينتظرون في قاعة الانتظار وأن تضيفهم، وكذلك لو أردت يمكن أن تزيلني من كوهوست، لأنه أصلا هذا الأمر لن ينفع بشكل كبير، وإذا أمكن وضع شخص آخر من المنظمين يكون أمر ممتاز. هذه ملاحظة يعني إدارية بسيطة ولكن كان ضروري أن أقولها، فشكرا عباد مسبقا. أولا شكرا جزيلا للجميع، وشكرا لكم على اهتمامكم بأمور الاستراتيجية. في الحقيقة مسألة الاستراتيجية مسألة مهمة جدا جدا، ونحن فرحون أنكم قبلتم يعني الدعوة، وهو أمر كذلك جميل بالنسبة لمجتمعنا العربي بأن تتعاون مجموعات مثل مجموعة المغرب ومجموعة الشام والمجلس العربي على تنظيم هذا الحدث، الذي هو فقط بداية لسلسلة من الأحداث التي إن شاء الله نطمح إلى أن تجعل المجتمع العربي دائما في قلب الحدث في حركة ويكيميديا. بالنسبة للجدول الزمني والأحداث المتواجدة حاليا، أعتقد أنه قد تكلمنا على هذا الأمر بعض الشيء خلال لقاءات سابقة التي كانت عندنا، خاصة بالنسبة للناس المهتمين بالاستراتيجية، ولكن هذا تذكير بسيط يعني للجميع. أولا ستكون هناك مرحلة لتحديد الأولويات، وهي مرحلة أظن أن الزميل عباد تكلم عليها بشكل مفصل، وهي المرحلة التي نحن فيها. يعني كل مجتمع سوف يقوم بتحديد أولوياته حتى نعرف
ما هي أهم الأمور بالنسبة لكل مجتمع والتي سيتم العمل عليها من أجل التنفيذ. ولكن لا توجد فقط مرحلة تحديد الأولويات المحلية، إنما هناك أمور أخرى كثيرة جدا. نحن الآن مثلا في هذا الاجتماع هو اجتماع حول المجتمع العربي، ولكن ليست كل النقاشات مرتبطة باللغات مثلا أو بالمجتمعات اللغوية. فهناك مثلا نقاشات موضوعاتية، يعني حول مواضيع معينة. هناك أشخاص لهم اهتمامات حول مواضيع معينة مثل الكلام مثلا، فهؤلاء لهم كذلك اجتماعات خاصة. بعد ذلك خلال شهر نوفمبر بالضبط سوف تكون هناك فعاليات عالمية، وهي فعاليات مثل هذه التي نقوم بها الآن، ولكن ستجمع أشخاص من العالم بأسره، يعني ستكون باللغة الإنجليزية، وسوف يجتمع بها ناس من مختلف أنحاء العالم ويناقشون نفس الأمور. فقط أن زاوية النظر للأمر لن تكون زاوية محلية، وإنما ستكون زاوية عالمية، لأنه يجب حل المشاكل من منظور عالمي. هذا هو الأمر القادم في المستقبل. ثم بعد ذلك ستكون هناك أحداث للمتابعة، وهي بعد انقضاء الأحداث العالمية سوف يرجع كل الأشخاص إلى مجتمعاتهم من أجل، لو سمحتم هناك شخص عنده بعض الأصوات الموسيقى أظن، لو ما كان عمل ميوت، شكرا. إذن هناك فعاليات المتابعة، وهي كما ذكرت فعاليات بعد الفعاليات العالمية، حيث تلتقي من جديد المجتمعات المحلية وتتابع الأولويات العالمية وترى هل هذه الأولويات ستنفعها أم لا. بعد ذلك ستبدأ مرحلة التنفيذ ابتداء من شهر يناير 2021 إن شاء الله. نسيت فقط أمر مهم، وأنه خلال كل هذه الفترة ستكون هناك نقاشات على الويكي، يعني من غير كل هذه الأحداث واللقاءات والاجتماعات هناك دائما مشاريع نقاشات دائمة على مشاريع الويكي بالنسبة للناس المهتمين بالعمل الافتراضي أونلاين. إذن كما ذكر الزميل عباد هناك استبيان مهم بالنسبة لنا كمجتمع عربي، وقد قمنا بتحضيره، وأشكر كثيرا فريق التنظيم على هذا الأمر، لكي نحدد الأولويات بالنسبة للمجتمعات العربية. فنحن سوف نطلب منكم بعد نهاية هذا الاجتماع، سنرسل لكم رابط فيه استبيان لتحديد أولويات المجتمع العربي بصفتكم كلكم الحاضرين في هذا الاجتماع أعضاء من هذا المجتمع العربي. طبعا ممكن أن يكون الشخص إما عضو في مجموعة مستخدمين أو ويكيبيدي ليس عضو في مجموعة مستخدمين، يمكن أن يمثل إما نفسه أو أن يمثل مجموعته إذا اجتمعت المجموعة واتفقت على آراء معينة. الاستبيان يأخذ تقريبا 10 دقائق، ولكن يشترط أن تكون التوصيات مفهومة من طرف الشخص الذي سوف يقوم بملء الاستبيان، لأنه الأسئلة مرتبطة بالتوصيات. كذلك من المهم معرفة أن هذه الأمور سوف تنتقل بعد ذلك إلى المستوى العالمي، فمن المهم الاستعداد كذلك للانضمام إلى النقاشات العالمية التي كما ذكرت تبدأ قريبا ابتداء من الشهر المقبل. بالنسبة لهذا الاستبيان الذي سوف ننشره معكم، عندكم أسبوع حتى تملأوه، يعني حتى يوم 24 أكتوبر، ويملأ الاستبيان فرديا، يعني كل فرد منكم الحاضرين في هذا الاجتماع أو الذي سيشاهد هذه الفيديو مسجلة فيما بعد يركز يعني ويفكر ما هي الأولويات بالنسبة له أو لها على حسب المشاكل التي لاحظها أو لاحظتها من قبل، ويحاول أن يشاهد ذلك في ارتباط مع التوصيات وإعطاء أولويات وما هي الأمور التي يجب حلها في أسرع وقت ممكن. بالنسبة لمجموعات المستخدمين لها إمكانية، يعني يمكنها أن تجيب كذلك على هذا الاستبيان، ولكن لها إمكانية كذلك بإرسال الأولويات مباشرة إلى فريق المؤسسة باللغة الإنجليزية إن هي أرادت ذلك. إذن بالنسبة للسنة المقبلة سنة 2021 التي نتمنى أن تكون أحسن من سنة 2020، مهم جدا، ولأنه سوف تبدأ عملية البلورة أو التنفيذ السنة المقبلة، من المهم أن تكون الأولويات محددة قبل تلك السنة، يعني بنهاية هذه السنة. هناك عدد كبير جدا من الخيارات، وهناك 10 توصيات، يعني أظن أن أغلبكم يعرف هذه التوصيات وإن لم يعرفها بالتفاصيل ولكن سمع بها، وهذه التوصيات تنتج عنها عديد من الخيارات والعديد من التغييرات. بما أن هناك العديد من الخيارات والعديد من التغييرات، فإننا نستطيع أن نقول أننا الآن أمام مفترق طرق، ومن أجل معرفة أي طريق سوف نسلك يجب على المجتمع أن يعطي رأي وأن يقول نحن نريد أن نسلك هذه الطريق لأن هذه هي الأولوية بالنسبة لنا، وهذا هو الهدف الأساسي لماذا نريد نحن ملء هذا الاستبيان، وأن تسمعون صوتكم حتى يتم نقله إلى المؤسسة. فعندما الاستبيان يجب التفكير أولا في أولوياتكم المحلية وفي التعاونات الإقليمية وكذلك في الشراكات التي عندكم. إضافة إلى ذلك من جيد أن تفكروا في قدراتكم الاستيعابية واحتياجاتكم المادية وكل أنواع الموارد التي تحتاجون. إذا مثلا عندك مشروع، ما هي الموارد التي عادة تحتاج؟ يعني مثل هذه الأسئلة الواضحة والتي يمكن حلها مثلا خلال السنة المقبلة. بالنسبة للفعاليات العالمية، وهي الفعاليات التي تكلمت عنها قبل برهة قليلة،
هي سوف تجعل سوف تأخذ كل هذه النقاط التي تم مشاركتها على المستويات المحلية في حالتنا على المستوى العربي، وهناك كذلك نقاشات سواء على المستوى الفرنكوفوني أو الإسباني أو إلى غير ذلك. وستكون مناسبة الفعالية العالمية هي مناسبة لجمع كل هذه الآراء ومحاولة الاتجاه نحو طريق موحد، لأنه هناك أولويات محلية ولكن هناك كذلك أولويات عالمية، ويجب تحديد هذه الأولويات. وأنا أذكر دائما بنفس النقطة من جديد، إذا أردنا أن يكون لمجتمعنا تأثير خلال مرحلة التنفيذ وأن يتم حل بعض من مشاكلنا، فيجب على مجتمعنا أن يبرز خلال المحافل العالمية وأن يكون هناك ناس ينقلون هذا الصوت. فلهذا من الضروري المشاركة في الفعاليات المحلية وليس فقط العالمية وليس فقط المحلية. وبالنسبة لفعاليات المتابعة وهي آخر فعاليات كما ذكرت قبل التنفيذ، هي ستكون بعد الفعاليات العالمية وسنلتقي من جديد، يعني سوف يتم تلخيص ماذا تم قوله خلال الاجتماعات العالمية والتأكد مع المجتمع العربي هل هذه الأمور فعلا بالنسبة له أولوية أم أن هناك أمور أخرى يجب التركيز عليها. ولكن من جديد أذكرها مرة أخرى، إذا أعطينا أولوياتنا بشكل واضح منذ البداية سوف يتم الأخذ بعين الاعتبار فيها خلال مرحلة النقاشات العالمية وسنكون مرتاحين من هذه الناحية. وكما ذكرت النقاشات على الويكي هي نقاشات مستمرة من البداية، وأنتم طبعا كلكم ما شاء الله تعرفون الويكي جيدا وتعرفون أنها مرتبطة بالشفافية والمساءلة، وهي نقاشات مفتوحة على القنوات الموجودة حاليا بالنسبة لنقاشات الاستراتيجية، وأي شخص يمكن أن يشارك فيها مرحب به. والتنفيذ وهو المرحلة المقبلة التي ستبدأ ابتداء من شهر يناير 2021 سوف يبدأ على حسب الأولويات التي تم تصميمها، وهي الأولويات التي نناقشها الآن، حيث سيتم هناك تنفيذ محلي وتنفيذ كذلك عالمي وهي مرتبطة فيما بينها، وسيكون كله يعني أساسه هو هذه التوصيات وكذلك الأولويات التي يتم تحديدها من التوصيات من طرف كل المجتمعات التي تشارك في هذه النقاشات. فصراحة أتمنى أن أكون وضحت فكرة، وأتمنى أن تكونوا فهمتم بأنه الأولويات التي ستحددون من خلال الاستبيان هي التي سوف ترسم مرحلة التنفيذ خلال السنة المقبلة. الآن سوف نمر إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة مرتبطة بالتذكير بأهم التوصيات قبل أن نمر إن شاء الله إلى نقاش مع جميع الحاضرين خلال الاجتماع. فمن جديد سوف أترك الكلمة لعباد ليقوم بإعطاء نبذة على التوصيات الخمسة الأولى. شكرا أنس. بما أن الاستبيان سوف يطلب منكم ترتيب التوصيات بحسب أولويتها، وبما أن هذا أيضا سيكون موضوع للنقاش الآن، فأظن أن من الضروري أن نعطي مقدمة أو نذكر بماهية التوصيات الاستراتيجية وماذا تحتوي يعني أهم نقاطها. فبشكل عام هناك أمور عامة موجودة ضمن التوصيات، موجودة في معظم التوصيات أو عبرها. من أهم هذه الأمور الدعوة أكثر للاستدامة والدعوة لوجود مساواة أكثر عبر حركة ويكيميديا ومجتمعاتها ومؤسساتها. هناك اهتمام بموضوع التنوع، بموضوع وجود أو مشاركة الجميع في الحركة، فهذا أمر مهم وسنراه الآن في التوصيات التي سوف نتحدث عنها، بدءا من التوصية الأولى إن أراد أناس أن يظهر الشرح. طيب، بالنسبة للتوصية الأولى وهي زيادة استدامة حركتنا، فهي موضوعها الرئيسي يتعلق بأولاً أن يكون هناك إمكانية أو استمرارية أكثر في حركة ويكيميديا. فنحن الآن نعمل منذ 20 سنة تقريباً، ونتطلع لأن نستمر أيضاً بالعمل في مشاريع الويكي وأن تكون مجموعات مستخدمين نشطة وقوية، وهذا الأمر يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى موارد معينة. فمن المهم أن يكون هناك زيادة في الدعم، وأن يكون هناك تحديداً حسب هذه التوصية من المهم أن يكون هناك تخصيص لدعم إضافي ولموارد إضافية للمناطق الناشئة في العالم. فمن الاقتراحات فيها مثلاً أن يكون هناك لما يسمى الجنوب العالمي، وهو مثل بلدان العالم الثالث أو البلدان أقل تطوراً، يجب أن تحظى بدعم أكبر، بدعم مالي أكبر. يجب أن يكون هناك أيضاً موارد مالية لويكيميديا، فلا يمكننا أن نختصر على موضوع التبرعات، لأن التبرعات خصوصاً في أوقات كالتي نراها الآن والتي يكون فيها تقلب في العالم، قد يكون هناك أيضاً تقلب في الدعم الذي نتلقاه منها. فيجب أن يكون هناك مصادر مستدامة أكثر. تقترح التوصية توظيف بعض الأمور التقنية مثل الـ API لمواقع ويكيميديا في أن يكون مصدر أيضاً للتمويل ولزيادة الموارد.
من المهم أيضا بحسب هذه التوصية أن نأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي لكل منطقة. مثلا عند دعم العالم العربي يجب أخذ بعين الاعتبار احتياجات العالم العربي وما يريده من أنواع الدعم أو من أنواع التنظيم والموارد وغير ذلك. ويجب أيضا العمل على تطوير القدرات، وهو أمر سنعود إليه في بعض التوصيات الأخرى. ولكن الأهم في هذه التوصية أن يكون هناك استدامة وأن يكون هناك عمل على الأمد البعيد، وهذا يأخذنا لضرورة أن تكون مشاريعنا مفتوحة وسهلة الاستخدام للجميع كما سوف نرى في التوصية الثانية. تحسين تجربة المستخدم هي التوصية ربما نقول يعني الأكثر ارتباطاً أو الأهم بالنسبة لمشاريع الويكي أو المواقع الويكي. فهناك الكثير من ربما يعني منكم من عملوا على تنظيم فعاليات أو على تعريف أشخاص بالموسوعة، ربما تواجهون كثيرا مشكلة أن الواجهة تبدو قديمة أو هناك صوت صدى، شكرا. قد يواجه الكثير منكم مشكلة أن الأشخاص الجدد على الموسوعة وعلى مشاريع الويكي يجدون مشكلات كثيرة في الاستخدام، فهي تبدو قديمة أو صعبة أو معقدة بالنسبة للجمهور. لهذا من المهم أن يكون هناك عمل منظم على بحث وتطوير واجهة المستخدم وتحسينها على مختلف الأجهزة، على مختلف الواجهات، وأن لا يقتصر هذا الأمر على شريحة معينة من الناس، وإنما أن يكون هناك أبحاث واستفتاءات مع مختلف المستخدمين من مختلف مناطق العالم، من مختلف الشرائح التعليمية. يعني الشخص الذي عمره 60 عام مثلاً لن تكون تجربته مثل الشخص الذي يكون شاب ومتعود على التقنية وهذه الأمور. فيجب أن يكون هناك عمل مع الجميع لتسهيل هذه الأمور. يجب أن يكون هناك خصوصاً تسهيل للوافدين الجدد للانضمام إلى مشاريع الويكي وإلى مجموعات ويكيميديا وحركة ويكيميديا. وأيضا من المهم أن يكون هناك مساحات يمكن فيها التواصل بشكل مفتوح بيننا نحن كمجتمع وبين المؤسسة والمطورين الذين يعملون على تطوير الواجهة، لكي نستطيع إرسال الطلبات، لكي نستطيع تبادل الآراء، لكي نعرف ما هي تطويرات الواجهة وغير ذلك. وبالطبع لكي نحسن تجربة المستخدمين وتكون مشاريع الويكي ومجموعات الويكي يعني ألطف وأسهل للانضمام إليها، يجب أيضا أن نتأكد من أن تكون مساحة آمنة وجيدة للأشخاص للعمل فيها، وأن لا يكون هناك فيها مشاكل. وهذا وظيفة التوصية الثالثة، وهي ضمان الأمن والخصوصية والشمولية لحركتنا. فهذه التوصية تنص على عدة نقاط. من أهم هذه النقاط، وهي نقطة ربما يعني سمعتم فيها أو رأيتم بعض النقاشات حولها في المجتمع العربي، هي مدونة قواعد السلوك. فالفكرة هنا هي أن مشاريع الويكي ومؤسسات الويكي تعمل منذ زمن طويل، ولكن تعمل بلا مركزية كثيرة، فكل مجتمع له قواعده وكل مجتمع له ضوابط تنظم وحده، ولكن الكثير من المجتمعات ربما تبقى مهمشة فلا يكون لها قواعد للتنظيم، أو ربما لا يكون هناك وحدة كافية أو معيارية كافية في تطبيق هذه الضوابط. لذلك فهناك ضرورة لأن يكون هناك مدونة مركزية أو قواعد مركزية يمكن الرجوع إليها، ليس في ويكيبيديا العربية فقط وليس في مجموعة مستخدمين واحدة فقط، بل لكل المجموعات وكل مشاريع الويكي والجميع. وهذا أمر هناك نقاش كبير حوله مفتوح حاليا ومفتوح منذ عدة شهور. زميلتنا مرثت من الأردن كانت تعمل مع المؤسسة على تنظيم هذا النقاش في المجتمع العربي، ومتأكد أن كثير منكم شاركوا فيه، وبالتأكيد يمكنكم أيضا الاستمرار بالمشاركة فيه لأن النقاش حسب علمي ما زال جاري. هناك أيضا اقتراحات أخرى في هذه التوصية بأمور تتعلق بالأمان، مثل توفير آليات أفضل للإبلاغ عن الحوادث وعن المخالفات وعن المشاكل التي تحدث في المجتمعات من مشاكل شخصية أو تهجم أو غير ذلك. هناك أيضا من ضمن نقاط التوصية أن يكون هناك اهتمام أكثر بخصوصية المستخدمين، فيجب أن نتأكد من أن الأشخاص يستطيعون العمل على مشاريع الويكي دون خلق خصوصيتهم الشخصية، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك آليات لمكافحة التخريب دون مثلا الكشف عن عناوين الآي بي الخاصة بالمستخدمين وغير ذلك. وفضلا عن ذلك يجب علينا أن نناصر ونسعى لقدرة المستخدمين على أن يعملوا بأمان معنا، فبصراحة ربما أيضا يكون هناك أحيانا مشاكل يجرها العمل التطوعي على المستوى الشخصي
أو يكون هناك خطورة معينة على من يعملون بالتطوع في بعض البلدان أو في بعض السياقات. وهذه من الأمور التي تسعى هذه التوصية أو تسعى النقاط المقترحة فيها للعمل عليها حول العالم. بالطبع فإن أيضا احتواء الناس والحرص على أمال المستخدمين وأمال المتطوعين في مشاريع ويكيميديا هو خطوة مهمة في سبيل نقطة أخرى هي المساواة والتشاركية في حركتنا وفي انضمام الجميع إليها ومشاركتهم بإدارتها. وهذا موضوع التوصية الرابعة إن أردت عزيزي أناس أن تقلب الشريحة، شكرا. فموضوع موضوع التوصية الرابعة أو التركيز فيه هو على موضوع المساواة والإنصاف في صناعة القرار، ولهذا فهي تتعلق بشكل كبير بموضوع إدارة حركة ويكيميديا والحوكمة فيها. فحتى الآن الإدارة في ويكيميديا يعني كانت تجري بشكل مفتوح، ولكن أيضا ليس هناك في تنوع كافي أو شمولية كافية. فمثلا الهيئة الرئيسية المسؤولة عن القرارات بالنسبة لويكيميديا هي مجلس الأمناء، ومجلس الأمناء مكون من 10 أشخاص فقط. هؤلاء 10 أشخاص ربما لا يغطون إلا عدد قليل من المناطق حول العالم واللغات والمجتمعات الكثيرة التي لها دور مهم في مشاريع الوكي. ولهذا فهذه التوصية تقترح أن نضيف هيئات جديدة ومثل يعني جمعيات جديدة ضمن ويكيميديا بإمكانها أن تساعد في جعل الحوكمة شمولية أكثر وفي إشراك كل المجتمعات بما فيها المجتمع العربي وغيره طبعا من المجتمعات في هذه العملية. ومن أهم هذه الهيئات المقترحة هي المجلس العالمي. والمجلس العالمي هو عبارة عن هيئة شبيهة بمجلس الأمناء، ولكن بدلا من أن تكون هيئة صغيرة من 10 أشخاص سوف تكون موسعة بشكل أكبر بكثير، وسوف تهتم بسائر أمور الحركة. سوف يكون فيها ممثلين عن مجتمعات كثيرة، عن لغات كثيرة، عن الكثير من مجموعات المستخدمين، وسوف يتولى هذا المجلس تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية نفسها وهذه التوصيات نفسها. فهذه من الأمور المهمة التي سوف يعمل عليها، كما سوف يعمل على وضع ميثاق لحركة ويكيميديا. فهذا الميثاق يكون أشبه بوثيقة فيها المبادئ أو فيها الأمور التي تسير عمل ويكيميديا أو الضوابط الرئيسية التي تحكم العمل فيها. من الأمور أيضا المهمة في هذه التوصية أن يكون هناك مراكز إقليمية حول العالم لويكيميديا، لأنه حتى الآن يعني مؤسسة ويكيميديا التي هي الجهة الرئيسية أو الهيئة الرئيسية هي متمركزة في الولايات المتحدة. فيجب أن يكون هناك توزيع أكبر للمسؤوليات، أن يكون هناك مراكز في كل إقليم أو في كل منطقة في العالم تساعد على العمل الويكيميدي وعلى دعمه. طبعاً من الممكن أن يكون أحد هذه المراكز عربياً، ولكن الاقتراح بصيغته الحالية هو اقتراح عام لكل مناطق العالم، وليس من المحدد ما هو عدد المناطق أو ما هو عدد المراكز التي سوف تكون موجودة. أيضاً من أهم الأمور في هذه التوصية أن يكون هناك توزيع أكبر للموارد المالية وللأدوار والمسؤوليات في حركة ويكيميديا. فلا يجب أن تتركز كل الموارد أو كل التمويل في مناطق معينة من العالم كما هي الحال الآن، وإنما يجب أن يحظى الكل بنصيبه وأن يحظى كل المجتمعات بنصيبها. ولكن في نفس الوقت إن كنا يعني سوف نعمل على هذا التوزيع وعلى فتح مراكز للمؤسسة وعلى اللامركزية المقترحة في هذا التوصية، فنحتاج إلى نوع أفضل من التنسيق والعمل المشترك عبر حركة ويكيميديا ومشاريع ويكيميديا. وهذا هو موضوع التوصية الخامسة. رجاء أناس. شكرا أناس. وهذا هو موضوع التوصية الخامسة، وهو يتعلق بتحسين التنسيق وتحسين العمل المشترك عبر حركة ويكيميديا. هناك أيضا عدة نقاط يعني مقترحة لكيفية تحسين التنسيق. ربما من أهم النقاط هي أن يكون هناك مساحات مشتركة أو طرق لتحديد يعني مسؤولية كل جهة في حركة ويكيميديا. فنحن مثلا كمجموعة مستخدمين يمكن أن يكون لنا دور أو مسؤوليات واضحة أكثر في حركة ويكيميديا عالميا. يمكن أيضا أن يكون هناك تبادل أكثر للمعلومات وللمعرفة بين مختلف جهات الحركة. فنحن بحاجة أيضا لمثلا مساحات مركزية يمكن الرجوع إليها للحصول على معلومات عن موضوع مثل تنظيم برنامج أو تنظيم مشروع
وحاليا هناك يعني نوعا ما تشتت او توزع كبير في هذه الامور، فكل كل مؤسسه او كل مجموعه او كل مجتمع يقومون بعمل منفصل وتوثيق منفصل عن الاخرين، ولكن نحتاج الى توثيق اكبر. ربما من اهم المقترحات يعني الملموسه اكثر في هذه التوصيه كونه محتواها نظري بعض الشيء او ربما صعب اسقاطه على سياقنا، فمن اهم المقترحات الملموسه فيها هي ان يكون هناك هيئه متخصصه بموضوع التقنيه في حركة ويكيبيديا، ويكون هدف هذه الهيئة هو مراجعة والإقرار تعديلات التقنية وتطويرات التقنية في مشاريع ويكيبيديا. فحتى الآن هناك نوعا ما يعني ضعف في التنسيق أو في اعتماد التغييرات والتطويرات، وهناك بشكل عام بطء في تطوير مشاريع ويكيبيديا وعملها من الناحية التقنية. فوجود مجلس مثل هذا سوف يسهل عملية اتخاذ القرار وسوف يجعلها تشاركية، فلا تكون المؤسسة فقط هي من تقرر ما هي التطويرات التي تريدها، وإنما يكون في المجلس أعضاء من المجتمع ومن المجموعات يمكنهم أيضا المشاركة في القرار. وهنا أترككم مع زميلي أناس لكي يحدثنا عن التوصية السادسة والتي لها أيضا أهمية كبيرة لموضوع التنسيق، وهي تطوير قدرات المجتمع والأفراد ليستطيعوا المشاركة في موضوعات الحركة. تفضل أناس. شكرا جزيلا عباد على توضيح كل هذه التوصيات، وسأحاول أن أوضح كذلك التوصيات من السادسة إلى العاشرة. التوصية السادسة إذن هي تتعلق بالاستثمار في تنمية المهارات والقيادة، وأظن أن محتوى التوصية هو واضح من خلال اسمها، يعني هناك عدد من المهارات، منها مهارات القيادة ومنها مهارات أخرى طبعا يجب تنميتها في المجتمعات الويكيميديا حتى يتم تطوير المجتمعات وتقوية أعضاء المجتمعات عبر العالم. يعني هناك عدة طرق لفعل ذلك، مثلا بأن تكون هناك خطة منسقة عالميا لتنمية القيادة، وأن تكون هناك مبادرات مثل التعلم عن بعد مثل ويكي مساق الذي تعرفونه، يعني بدل من أن يكون يقوم به متطوعين أن تقوم به المؤسسة أو فروع يعني مؤسسات، يعني أن يكون ذلك الأمر ممنهج وليس فقط مبادرة من متطوعين، أن يكون ذلك بلغات متعددة، أن تكون هناك شبكات الأقران، يعني أنه يستطيع الناس أن يقترنوا بينهم ويساعدوا بعضهم البعض، لأنه أنتم لا شك أنكم تعلمون وأنتم يعني قدماء في حركة ويكيميديا أن هناك عدد كبير من الناس يدخلون يعني مع الحركة ولا يعرفون كيف يلتقون مع ناس آخرين، فمثل هذه الأمور التي تجعل التعلم عن بعد وشبكات الأقران هي أمور ممتازة لأنها سوف تسمح بتنمية المهارات بدون أن نحتاج أن نكون إما أعضاء في مجموعة وأن نعرف ناس كثر، وإنما تحتاج فقط أنك تكون ويكيبيدي وتستعمل ويكيبيديا وتنمي قدراتك بطرق مختلفة. هذه كانت هي التوصية السادسة، وهي بطبيعة الحال مرتبطة مع التوصية السابعة التي هي إدارة المعرفة الداخلية. لماذا؟ لأن الأمور التي ذكرنا من قبل لو ترون هنا وهي أمور الاستثمار في تنمية المهارات هي معرفة داخلية، يعني كل هذه المهارات هي داخلية عندنا، فيجب علينا كحركة أن نديرها بشكل جيد فيما بيننا. فهناك عدد كبير جدا من المعلومات ومن المعارف الممتازة التي توجد عندنا وعند زملائنا، ولكن بعض الأحيان قد يكون هناك ناس لا يعرفون هذا الأمر. يعني أنت لا تحتاج أن تكون تعرف شخص معين يعرف شيء معين حتى تعرف ذلك الأمر، وإنما يجب أن يكون هذا الأمر معروف حتى إذا احتجت أنت إلى معلومة وهناك شخص في سنغافورة هو الذي يعرف هذه المعلومة يجب أن تكون هناك طرق لمشاركة هذا الأمر. فهنا التوصية تحث على أنه يجب أن تكون هناك قاعدة متكاملة لتسهيل قابلية التوسع والشفافية وتكافؤ فرص التنمية، يعني يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات معرفية تمكننا من الوصول إلى المعلومة وأصول التعلم في حركتنا بسهولة. كما ذكرت يعني مثلا أنا فتحت حساب على ويكيبيديا ولا أعرف أي شيء، ممكن بسهولة أكتب ويكي بيانات على هذه القاعدة وأرى من هم الخبراء على ويكي بيانات في العالم وأتواصل معهم ويساعدوني، وهو أمر غير موجود الآن. يعني الآن لو تريد أن تتعلم شيء إما تذهب عند ويكيبيديا محترف أو تبقى يعني تحاول أن تتعلم وحدك وتضيع وقت كثير وهو أمر غير فعال. ففكرة إدارة المعرفة الداخلية بشكل فعال هو أمر مهم جدا في الحقيقة، وتوصية أساسية من بين التوصيات العشر. التوصية المقبلة وهي التوصية الثامنة هي تحديد أولويات المواضيع للتأثير، وهي توصية كانت حولها نقاشات عديدة في الوقت الذي كان يعني يتم كتابتها، وأنا أذكر هذه النقاشات بشكل كبير لأن كان هناك في البداية شيء من الخلط، حيث أنه كان هناك اعتقاد بأنه هذه التوصية تهدف إلى جعل الناس يكتبون بشكل
واضح على مواضيع معينة وهو أمر ليس صحيح. الفكرة هي هنا على أن يتم بالعكس أن يتم تحفيز الناس على كمتطوعين أن يكتبوا على أي موضوع يريدون، ولكن في نفس الوقت أن يتم إبراز عدد من المواضيع التي هناك فيها نقص حتى يتم يعني تكون فيها مجهودات للكتابة عنها. مثلا موضوع المواضيع يعني المواضيع حول النساء، يعني أنتم تعرفون ولا شك أن هناك ويكي فجوة أو ويكي جاب التي يتم القيام بها كل سنة. لماذا يتم القيام بها؟ لأنه تمت ملاحظة بأن هناك محتوى قليل جدا حول المرأة مقارنة بالمحتوى حول الرجل. فمثل هذه الأمور يجب القيام بها بشكل أكثر منهجية وأن يكون بشكل أكثر تنظيم، يعني ليس فقط موضوع المرأة مع الرجل، إنما مواضيع كثيرة جدا جدا توجد فيها نواقص. يعني مثلا هناك بلدان حولها مقالات كثيرة وبلدان ليست حولها أي مقالات، وهذا كما يعني ذكرت في البداية لا يعني أنه يجب فرض أن يكتب الناس حول موضوع معين، لا بالعكس، لأنه كمتطوعين نحن نكتب على ما نريد، ولكن يجب إبراز أين توجد نواقص حتى إذا كان هناك شخص يريد أن ينقص من الفجوات تكون عنده هذه المعلومة متوفرة ويكتب حول الأمور التي تنقص من الفجوات. ومن أجل القيام بهذا الأمر يعني سنحتاج إلى موارد كثيرة مثل العمل مع شركاء هم يكونوا متخصصين في أمور الفجوات وفي بحث المسائل التي يعني يجب أن تكون أولوية حتى تكون الحركة والموسوعة مؤثرة، لأنه أولا وآخرا الهدف من كل هذه الاستراتيجية وأن تكون عندنا موسوعة وموقع لا زال يحتفظ بالريادة على المستوى العالمي فيما يتعلق بالمعرفة الحرة في سنة 2030. فهذه هي الفكرة الأساسية، أن نكون نحن أقوياء ونبقى أقوياء، ولأجل ذلك يجب أن نبقى مؤثرين وأن نسد الفجوات التي عندنا. كذلك من أجل أن نكون مؤثرين وأقوياء يجب أن نبتكر في المعرفة الحرة. لماذا؟ لأنه أولا هذه الاستراتيجية هي من أجل سنة 2030، نحن الآن في 2020 يعني باقي 10 سنوات إن شاء الله، أتمنى لكم طول العمر وكلنا نحضر ل 2030. أن يعني في سنة 2030 ستكون أمور مختلفة من الناحية التقنية، قد تكون هناك يعني أشياء أكثر من ناحية الذكاء الصناعي، وستكون هناك منصات أكثر وآليات أكثر، ولا شك أنها ستكون مختلفة. فيجب متابعة هذا الأمر بشكل كبير، وأن تكون مثلا موسوعة ويكيبيديا وكل المشاريع المتعلقة بها مرتبطة بكل هذه المنصات، وأن تكون جاهزة وقابلة أن تعمل عليها، لأن هذا أمر غاية في الأهمية. ولما نتكلم عن هذا الأمر نتكلم على أمور يعني بديهية، مثلا في المعرفة الحرة لا توجد فقط الكتابة، يوجد الكثير من التسجيلات الصوتية، توجد الكثير من الفيديوهات، توجد أمور أخرى كما ذكرت. لا شك سيكون الذكاء الصناعي وصل إلى مراحل متقدمة، فيجب متابعة هذا الأمر، لا يجب انتظار الأمر الواقع وأن يفرض الأمر من مكان ثم بعد ذلك نقوم نحن بمسايرته ومحاولة أن نقوم ببرمجة شيء يعمل معه. لا، يجب أن يتم استباق الأمور، ملاحظة ماذا يعني يوجد حاليا، ما هي العوائق الحالية لكي يصل جميع الناس إلى المحتوى، وبعد ذلك العمل عليه من أجل الابتكار. يعني الابتكار في طرق إيصال المعرفة الحرة وليس فقط ما يوجد حاليا من مقالات مكتوبة بمصادر بشكل واحد ومعين. وأخيرا التوصية العاشرة، وهي كذلك مرتبطة بهذه التوصية ومرتبطة بجميع التوصيات، يعني لا شك أنكم لاحظتم كل التوصيات مرتبطة مع بعضها، ولكن بشكل خاص التوصية العاشرة، لأنها هي توصية في الحقيقة يجب على كل إنسان أن يتابعها في حياته، ليس فقط استراتيجية ويكيميديا 2030. هي توصية تتعلق بالتقييم والمراجعة والتعديل. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه أي شيء تقوم به في حياتك أو أي شيء يوجد في هذه الاستراتيجية إلا وهو شيء ملموس يجب تقييمه. فأنا في حياتي أقيم مثلا الأمور التي قمت بها خلال هذا اليوم، وأراجع سلوكي وأراجع كيف تكلمت مع الناس وأراجع الأمور التي قمت بها، وبعد ذلك أخذ خطة وأعدل وأقيم كل المسار في حالة كانت هناك أخطاء، أو في حال كانت أمور إيجابية أحاول أن أقوم بها من جديد أو أحسنها أو أشاطرها مع ناس آخرين. فهذه هي نفس الفكرة بالنسبة لهذه الاستراتيجية. يعني الاستراتيجية تقول عندنا 10 سنوات حتى نقوم بوضع منظومة واضحة لكيفية تقييم أعمالنا وكيفية مراجعتها وتحسينها. مثلا في مجموعات المستخدمين هناك العديد من المشاكل، يعني بشكل معين، يعني في كل المجموعات ليس فقط الدول العربية وإنما على المستوى العالمي. فيجب أن تكون هناك منهجية واضحة لكيف يتم تقييم مثلا السلوكات خلال تعامل الناس مع بعضهم، وأن تكون هناك استبيانات أو شيء من هذا القبيل. كذلك أمور متعلقة بتقييم المشاريع، كيف نعرف أن المشروع نجح أو لم ينجح، ما هي الأرقام التي ستمنحنا هذه الشرعية لنقول أنا قمت بمشروع وهو قد نجح. مثل هذه الأمور مهمة. لماذا؟ لأننا نحن نتكلم على المستقبل، والمستقبل هو دائما يبنى على الماضي وعلى الحاضر، فيجب أن نأخذ المعلومات التي عندنا في الماضي
وأن ندرسها بشكل جيد يجعلنا نقيمها ونعطيها قيمة، هل هي إيجابية أم سلبية؟ وفي كلتا الحالتين هو ليس مشكل، إن كان سلبي كيف نحسنه، إن كان إيجابي كيف نتقاسمه مع الناس الآخرين حتى يعملوا مثلنا ويتقدموا كذلك. وهي كما ذكرت توصية متعلقة ليس فقط بويكيميديا 2030 بل بالحياة بصفة عامة، وأي شخص يجب أن يأخذ في الحقيقة هذه كنصيحة لحياته من أجل التقدم والاستمرار بشكل أحسن في الحياة. إذن كانت هذه هي التوصيات العشرة التي قدمتها أنا والزميل عباد، والآن سيقوم الأخ عباد مشكورا بالكلام عن المستقبل، يعني ماذا بعد هذا النقاش وماذا بعد التوصيات. شكرا أناس على الشرح الوافي. بالنسبة للخطوات القادمة، فنحن انتهينا من موضوع التوصيات وموضوع النقاش النظري، ويعني فقط رغبنا في هذه المقدمة أن نذكركم بما كان فيها وبالمحتوى الذي نشر الآن، مضى على نشر 6 شهور تقريبا. ولكن الأهم بالنسبة لنا في هذا الاجتماع هو أن نبدأ بالمرحلة الرئيسية، وهي مرحلة التنفيذ ومرحلة التطبيق الفعلي لهذه الاستراتيجية وهذه التوصيات الممتازة. فبالنسبة لنا، العمل الذي ينتظرنا حسب ما تحدثنا عنه وحسب ما جاء، ربما يعني صار هناك نقاط كثيرة فيصعب تتبعها، ولكن الهدف الرئيسي الذي ننظر إليه الآن هو أنه هناك سلسلة من الفعاليات، ليس فقط هذه الفعالية هي جزء منها، ولكن هناك سلسلة فعاليات حول العالم لكل المجتمعات وبكل اللغات، هدفها هو بحث الأمور أو الأولويات التي تهم كل مجتمع من المجتمعات بالنسبة لهم من هذه التوصيات التي تحدثنا عنها. فالآن سيكون هناك سلسلة من الفعاليات، هذه الفعالية هي الأولى منها على المستوى العربي، ستكون أولاً إقليمية، ثم كما أخبرنا أناس عندما تحدث عن الجدول الزمني ستكون هناك فعاليات عالمية. العمل الذي ينتظرنا هو أن نستعد لهذه الفعاليات العالمية بأن نحدد قبلها بوضوح قائمة بأولوياتنا وبالأمور المهمة بالنسبة لنا كمجتمع عربي وكمجموعات مستخدمين. سوف يكون هناك استبيان، أيضاً ذكرنا هذه النقطة، ولكن كتذكير هناك استبيان سوف ينشر بعد الاجتماع، وأيضاً أظن البعض نشر الرابط في الشات. الاجتماع بشكل رئيسي هو موجه للأفراد، لمن يريد ملأه، ويمكن أيضاً لمجموعات المستخدمين أن تملأه باسم مجموعة. ولكن من حيث المبدأ سيكون من المطلوب من كل مجموعات مستخدمين، من مجموعة الشام، مجموعة المغرب، مجموعة العراق، مجموعة تونس، أن تقدم قائمة بأولوياتها إلى مؤسسة ويكيميديا وإلى فريق المؤسسة المختص بموضوع الاستراتيجية. من ليسوا أعضاء بمجموعات يمكنهم أيضاً ملء الاستبيان باسمهم الفردي أو باسم مجتمع أو بلد معين، ومن ثم سوف نقدم نتائج الاستبيان بالنيابة عنكم بناءً على النتائج، ليس فقط لفرد واحد وإنما آراء كل الأفراد أو كل من يشاركون في تعبئة الاستبيان من جهة المجتمع العربي. فلو ننتقل رجاء للخط الزمني مرة أخرى يا أناس. نعم، كتذكير فقط بالخط الزمني، نحن الآن في مرحلة تحديد الأولويات على المستوى الإقليمي أو على مستوى العالم العربي، وهذا هو النقاش الذي نرغب ببدءه الآن. الخطوات القادمة ستكون هي أنه ستكون هناك نقاشات حول موضوعات معينة أيضاً على مستوى العالم، موضوعات في التوصيات لها أهمية خاصة مثل موضوع المراكز الإقليمية أو موضوع المجلس العالمي، وبعدها ستبدأ فعاليات عالمية خلال شهر واحد تقريباً من الآن. في هذه الفعاليات العالمية سوف يشارك كل مجتمع بأولوياته، وسوف يتناقشون مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم حول أولويات ذلك المجتمع، لأن الهدف في النهاية هو أن نخرج بخطة ليست فقط لنا نحن وإنما أيضاً للجميع. يعني سوف تكون خطة تطبقها مؤسسة ويكيميديا في سائر أنحاء العالم، ونحتاج أن يكون لنا صوت وتكون لنا مشاركة فيها. المشاركة في الفعاليات العالمية سوف تكون مفتوحة، لن تكون باسم، يعني لستم بحاجة أن تكون أعضاء في مجموعة معينة أو أن يتم انتخابكم، سوف يكون بإمكان أي شخص التسجيل والمشاركة، ولكن فقط من باب الاستعداد ومن باب أن يكون لديكم فكرة واضحة لمن هو مهتم بالمشاركة، ولكي نستطيع يعني أن نعطي أولوياتنا كمجتمع عربي سوف نخصص باقي هذا الاجتماع لبدء هذا النقاش، وهو نقاش مهم جدا بصراحة. وسوف نطرح عليكم يعني بعض الأسئلة البسيطة لكي نرى يعني ما هي الأمور التي لفتت نظركم أو التي نراها مهمة بالنسبة للمجتمع العربي. ف
فالآن انتهينا من الشرائح. شكرا أناس على الشرائح وعلى كل شيء. ويمكنكم سوف يكون الآن لدينا فقرة الأسئلة، سواء أسئلة على موضوع الشرائح، أو يمكنكم أيضا طرح نقطة للنقاش إن كنتم ترغبون بذلك. يبدو أنه ليست هناك أسئلة بعد. يمكن طرح الأسئلة سواء على الشات أو صوتيا، يعني مرحبا بجميع الأسئلة. نحن نعلم أن الموضوع طويل وصعب، ولكن هذا يعني سيكون موضوع مهم للنقاش في المجتمع العربي خلال الأيام القادمة. ولذلك يهمنا أن يعني لو لم يكن لديكم نقاط معينة لفتت نظركم، يهمنا أيضا أن نبدأ بنوع من النقاش. الزميل أناس إن كنت تريد يمكن أن نطرح يعني سؤال على الجمهور ونرى من يهتم بالإجابة. نعم طبعا، شكرا عباد. في الحقيقة هناك عدد من الأسئلة يمكن أن نطرحها، فقط من أجل لا أسميه جس النبض، ولكن فقط من أجل إظهار نوعية النقاش الذي نحتاج أن نقوم به حتى نعرف إلى أي اتجاه سوف تصبو الاستراتيجية، سواء الاستراتيجية المحلية أو العالمية. فأول سؤال أنا وضعته على الشاط، وهو سؤال متعلق بالأولويات، لأنه كل الأمور أصلاً التي نتكلم عنها الآن هي أولويات. ما هي أولويات العمل شخصياً، يعني حسب كل واحد فيكم شخصياً؟ هل هي مثلاً تقدم محتوى الموسوعة، يعني أن يكون محتوى الموسوعة يكبر بشكل جيد وجودة عالية إلى غير ذلك، أم تحسين التعاون خارجها، يعني مثلا تطوير أمور مثل مجموعات المستخدمين أو الشراكات أو تنظيم مؤتمرات؟ يعني إذا كل شخص فيكم عنده نظرة للأمور وعنده مثلا موارد نقود، ما هي الأمور التي سيعمل عليها؟ هل سيعمل على أن يجعل الموسوعة أحسن، أو على تطوير مجموعة مستخدمين بشكل أكبر، أو على قيام بشراكات؟ يعني ما هي الأولوية حسبكم ولماذا؟ الجاوي بتحب تحكي أكثر على المايك عن رأيك بهذا السؤال، أو بناء على اللي سمعته من التوصيات؟ علا أنت رافعة إيدك لحتى تحكي. للمناسبة في خاصية رفع إيد بالبرنامج للي حابين يحكوا، بتلاقوها تحت جنب الشات. برضه ممكن يساعدوكم زملائنا هون لحتى تستخدموها. علا أنت كنت رافع إيدك لتحكي ولا بالغلط؟ أيوة مرحبا، مساء الخير. شكرا جزيلا على المجهودات حول الاستراتيجية والتحديد الأولويات، وشكرا للفرصة. بالنسبة لي أنا بفتكر واحدة من أولوياتنا كانت إنه مستخدمين جديدة، وإنه نشتغل على المحتوى، ومنها كانت المبادرة بتاعت بيكي سودان. لكن بعد ما اشتغلنا كم شهر كده بقينا حاسة بناء الشراكات هو الأهم بالنسبة لنا حاليا، حيث إنه الناس بيحسوا بإنه هم تايهين ما متأكدين، تقديم الدعم للبيرس للأقران، تقديم الدعم الفني، الوصول للشبكة بتاعت علاقات مع مستخدمين آخرين، هي أصبحت بالنسبة لنا من أهم من أولوياتنا، أكثر من إنه نشتغل على المحتوى، خاصة بأنه المحتوى متجدد وبتحرك بسرعة ديناميكية، لكن بتعتمد كثير على المعارف بتاعت المستخدمين. يعني مثلا واحدة من الناس لما كنت بعمل تحرير كنت بشوف روحي أنه أنا
أفيد ضمن مجموعة أكبر. في ناس كتار لما كانوا ينضموا ل إيديت سورن أو كده كانوا بيفتكروا إنهم هم اكتسبوا ثقة واكتسبوا معارف أكثر من إنهم لو كانوا قاعدين مع نفسهم إنهم يشتغلوا على مواد. الإجابة هي نحن يعني عايزين نشتغل على شبكة العلاقات وعلى شبكة أكثر من ما إحنا دايرين نشتغل على المحتوى حاليا، ممكن بالذات لو إحنا بنتكلم عن 2021. شكرا على الشرح الوافي. بالفعل هذه الأمور يعني بتوقع أنها أيضا مهمة بالنسبة للكثير. أيضا يعني بهمنا بصراحة أن يعني نحاول ننظر على الأولويات من ناحية التوصيات التي وضعت حتى الآن لمستقبل ويكيميديا، لأننا مضطرون للاختيار من بين هذه التوصيات أو من بين التوصيات الموجودة. ولكن بالتأكيد الأمور التي ذكرتيها عن المحتوى وعن الشراكات هي أمور مهمة وحاضرة في التوصيات، خصوصا ربما بالنسبة للشراكات في التوصية الخامسة، وبخصوص المحتوى في الثانية في موضوع يعني واجهة المستخدم، وأيضا في موضوع أولويات المحتوى الذي هو في التوصية الثامنة. أعرف أن التوصيات تصعب تذكرها الآن، ولكن يمكنكم أيضا الرجوع إلى صفحة الميتا، ربما نستطيع وضع الرابط هنا لتذكر ما هي التوصيات. بخصوص الأدوار الحديث، الآن هناك الزميل أحمد رفع يده، ثم بشندة، ثم محمد. فأحمد تفضل. شكرا عباد، وشكرا أنس على الشرح الوافي يعني والمجهود الرائع، وشكرا لباقي فريق التنظيم. بس حبيت يعني أقول في النقطة دي، يعني هو الموضوع مش أولويات، لأن في حاجات هي لازم تمشي بالتوازي مع بعض. ما فيش يعني مش هقدر أقول إن إحنا لأ إحنا هنوقف التحرير دلوقتي على الموسوعة الشغل الأونلاين، وهنبدأ نركز على زيادة وجذب محررين جدد أوفلاين. الموضوع شغال بالتوازي، في ناس بتقدر تتطوع إن هي تشتغل أوفلاين، وفي ناس بتقدر تتطوع إن هي تشتغل أونلاين. ده ما بيقدمش حاجة مميزة عن ده، وده ما بيقدمش حاجة مميزة عن ده. فيعني ما أعتقدش إن في تفضيلات هنا، هو الاتنين لازم يمشوا بالتوازي يعني. ما فيش حاجة بالنسبة لي يعني ما فيش حاجة ليها أولوية عن التانية. برضه رأي قيم أحمد، ولكن نحن مضطرين نقدم أولويات، يعني هو ليس أمر اختياري، وإنما سوف تكون هناك أولويات بالضرورة، لأنه عمليا يستحيل التطبيق بنفس الوقت أو بنفس الطريقة للكل. فيعني يجب أن يكون هناك أولويات، وبناء عليها المؤسسة سوف تضع خطة أو يعني طريقة للتنفيذ. فبصراحة عدم أو التقصير بوضع هذه القائمة لن يكون بصالحنا، ولكن أيضا أقدر صعوبة الأمر. بشندة بتحب تحكي؟ أشكر عباد، أشكر أنس، أشكر كل الفريق اللي قام بتنظيم هذا المبادرة وهذا اللقاء حول الاستراتيجية. والحقيقة والله هو مهمة جدا، يعني كتفكير وك يعني ممكن نعود للأمور هذه، ممكن أن ننوه ما قامت به المؤسسة اقتراح لاستراتيجية، وعلى مدى 3 سنوات قامت بمجهود كبير. لما نقرأ عدد التوصيات وكأنها أمور يعني كنا نقوم بها من قبل، ولكن ما قامت به المؤسسة هي توضيحها، يعني كأنها وضعت السطور على العناوين التي نقوم بها. سأشرح لكم كيف. يعني نعطيكم مثال يعني فيما كنت أقوم به يعني في بداية يعني نشاطي، يعني في إطار النشاط هنا المعرفي مع الويكيبيديا، وكيف بدأت في التواصل مع المؤسسة. بدأنا في تكوين مجموعة في 2014-2013، من قبل كنا نقوم بنشاطات. يعني الأولويات لدينا بدأت تتغير مع مرور الوقت. كنا في يعني مجموعة صغيرة متكونة من 3 أشخاص
قد لا تحتاج إلى يعني كتابة يعني ميثاق يعني شارت وقانون داخلي للمجموعة، يعني ثلاث أشخاص يعني نظام اتخاذ القرارات يكون في داخل هذه المجموعة سريع. بعد وقت مدة تكبر المجموعة، فإذا كبرت المجموعة قد تحتاج إلى ميثاق لتنظيم العلاقات بين الأفراد، وإذا زادت كبرت المجموعة قد تحتاج إلى شكل من أشكال يعني نظام الداخلي وإلى آخره. بخصوص يعني النشاطات، قد يقوم يعني إذا كانت مجموعة صغيرة وإذا كان شخص واحد قد يقوم بإطلاق يعني نشاط يعني على حسب أولوياته، يعني لا يحتاج إلى نظام داخلي إلى آخره، قد يطلق نشاط ما إلى آخره. النقطة الحالية يعني اليوم نحن في 17 أكتوبر 2020، اليوم كل مجموعة ولها صفة ولها تعداد عدد منخرطين، إذا كان فرد هي فرد، إذا كانت الأشخاص الأشخاص، يعني هنا يبدأ التعيين يعني كل مجموعة كل شخص يعطينا الأولويات التي هي يعني حاليا في هذا الوقت الحاضر فيها، يعني هل هو في مرحلة يعني البحث عن شركات، هل هو في مرحلة يعني التخطيط ل يعني تحديد يعني خط زمني له وبناء مشاريع لمجموعته، هل هو حاليا يعني أو المجموعة كبرت لدرجة ما تحتاج إلى أن تضع في يعني في أفقها في من أولوياتها يعني رقم واحد كتابة ميثاق المجموعة قوانين داخلية، أو هل هذه المجموعة يعني في إطار نشاطاتها إلى آخره تحتاج إلى توفير وثائق ويعني توفرها للمستخدمين الجدد ومساعدتهم لدخول هذه المشاريع إلى آخره، يعني كل واحد وأولوياته إلى آخره إلى آخره، يعني هذا ما أردت أن أضيفه، يعني إن شاء الله يكون يعني الأمور تكون واضحة. كما يعني بالنسبة لنا نحن في الجزائر، يعني نحن في مرحلة يعني مع ازدياد عدد المنخرطين والأعضاء المهتمين بالنشاط في المجموعة، نحن في مرحلة يعني تقنين وبناء إطار عمل لتنظيم النشاط وتوزيع المهام وإلى آخره، ليكون يعني العمل على المشاريع التي نقوم بها داخل الجزائر أو في شركات في الداخل أو في الخارج تكون أكثر يعني يكون عنها نجاعة كبيرة ونتحصل بها على نتائج يعني مفيدة في سبيل يعني جمع المعرفة الحرة إلى آخره إلى آخره. شكرا. شكرا باشوندا. في حدا بيحب يعلق على مداخلة باشوندا أو يحكي عليها؟ أنا لو سمحت، عفواً عباد يعطيك العافية، أنا حجاوب، ممكن لو سمحت تطرح رأيي؟ ألو؟ نعم؟ ألو؟ شو هو الطلب حجاوي مرة ثانية؟ أولاً بعتذر ما كنت يعني بقدر أحكي قبل دقيقتين، فبدي أطرح وجهة النظر اللي كنت يعني بصدد أني كتبتها على الشات. أول شيء يعطيكم العافية أنت وأنس، شكراً لكم على توضيح كل هذه الأمور المهمة. الآن وفقاً للسؤال اللي طرحه أنس اللي هو هل هي تقدم محتوى الموسوعة أو تحسين التعاون خارجها، بالنسبة لي تطوير مجموعات المستخدمين وتعزيز قدرات وتعزيز قدراتهم ويعني تعزيز مواردهم، بالنسبة لي هو في الأمر هو هذا الأمر يعني راح يصب في مصلحة المحتوى، وأبرز مثال على ذلك مجموعة مستخدمي ويكيميديا بلاد الشام اللي احنا حالياً أعضاء فيها. بعد ما تطورت الموسوعة تسبب ذلك في أنه كان في نشاطات أكبر للموسوعة، صارت المجموعة تنظم نشاطات أكبر، والنشاطات هذه صارت يعني تخرج بفائدة تسهم في إثراء المحتوى. فبرأيي تطوير مجموعات المستخدمين هو يعني بطريقة مباشرة راح يؤدي إلى إثراء محتوى الموسوعة. فأنا يعني لو طرح علي هذا السؤال راح أقدم تطوير مجموعات المستخدمين وتحسين التعاون خارجها كأولوية على تطوير المحتوى، لأنه المحتوى في النهاية يحتاج إلى ناس يكتبوه ومستخدمين وأعضاء، وهؤلاء هم يعني مجموعات المستخدمين بالدرجة الأولى وبقية يعني أعضاء المجتمع العربي.
وشكرا لكم. شكرا حجاوي. يعني ممكن نقول انه التركيز بالنسبه لك هو على موضوع تطوير المجتمع والدعم الافراد اكثر من انه المحتوى نفسه، لانه بالنهايه الاشخاص هم اللي بيصنعوا المحتوى. السلام عليكم. نعم صحيح. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مين اللي يتكلم هلا؟ عفوا. السلام عليكم، انا بن عوف من الجزائر. الله يسلمك. فقط في مداخله الاخ باشوندا محمد. نعم. فقط وليس التزكيه، فقط اردت ان اقول انه له كل الفضل في برنامج ويكيبيديا هنا في الجزائر، وهو وانا صراحه كنت عنده وقمت بتمارين واستضافني عنده، وله كل الفضل في اثراء هذا البرنامج الذي يعد جديدا في الجزائر. يعني لولا صراحه لولا محمد باشوندا لما عرفنا ان ويكيبيديا ثري بهذا الشكل، وان له استراتيجيه طويله المدى على غرار استراتيجيه 2030. فله كل الفضل، وننتظر منه اكثر دعم واكثر مجهودات من اجل تفعيل هذا التفعيل الحقيقي لهذا البرنامج على الجزائر. وشكرا سيدي. الزميل باشوندا من الكبار الويكيبيديين، ما في منه ما شاء الله عليه، بتلاقيه كل محل بالوكي تهوى، ببرنامج التعليم، بوكي مساق، بمجموعات، مجتمع، مقالات، مسابقات، ما بيأثر بشيء إن شاء الله عليه. وأهلا وسهلا بكل إخواننا من الجزائر. هلأ الزميل محمد إيه اللي رافع إيده فترة، معلش أنا كنت بس عم شوف إذا في متابعة على التعليقات على موضوع باشوندا، فإذا بتحب تفضل. تسمح لي أتعرف أول شيء على بعض عباد. أنت عبد اللطيف. لطيف، أهلا وسهلا. عفوا دخلت من جهاز ثاني، فالاسم ما كان واضح. في البداية يعني كلمة شكر لا تكفي المجهودات اللي كنت فيها في التركيز على هذا الموضوع اللي أحيانا نغفل قديش هو مهم، وقديش كمان العنصر الزمني له دور بأنه نتابع الموضوع قبل ما إنه يكون يعني الوقت متأخر والمجتمع العربي ما يقدر يعمل شيء. كان صراحة مش تعليق كبير، بس حبيت فعلا أقدم الشكر كمان باسمي لكل جهودكم اللي قمتوا فيها لحديث الآن وللتنظيم الاحتراف اللي بتقوموا فيه. سؤال عندي بخصوص سياسات ويكيبيديا، هل راح خلينا نقول في بعض السياسات أو بحاجة إلى تعديل أو تطوير حتى تواكب الاستراتيجية؟ هل ربما بعض السياسات تكون ربما معيقة للاستراتيجية العامة، ولا هذا الشيء ربما يكون ثانوي؟ هل نحن بحاجة سياسات جديدة خلينا نقول أكثر يصوت عليها المجتمع حتى يتسهل تحقيق أهداف الاستراتيجية؟ هل هذا الشيء راح نكون نحن بحاجته، وبأي كم حسب يعني نكون نظرتكم يعني ناس مطلعين أكثر على البنود وعلى طرق تنفيذها ومتعاملين مع العالم أو مع المجتمع العالمي؟ شكرا لكم مرة. شكرا عبد اللطيف، صراحة السؤال جميل أولا، وثانيا يعني مهم صراحة، يعني في عمق بالنسبة لتأثيرات الاستراتيجية. فبحب أدعو زميلي أناس بما أنه الفترة بحكي لحتى نشوف شو رأي منسق الاستراتيجية العربية السابق، للأسف ولكن يظل دائما منسق الاستراتيجية العربية للأسف يا عباد، للأسف، ولكن إننا عندنا تاريخ مجيد. شكرا جزيلا عباد، وشكرا جزيلا الأخ محمد عبد اللطيف. أولا مرحبا بك، وهذه فرصة سعيدة حقا أن نلتقي معك ولو افتراضيا. صراحة كما ذكر زميل عباد، سؤالك مهم جدا وجوهري، هو ليس بتلك البساطة وتلك السهولة التي يبدو عليها. أنا سأحاول أن أعطي من خلال منظوري وحسب كيف ما أرى الأمور بجوابي الشخصي، وأعتقد أنه إذا كان عندكم يعني أي ملاحظات أو إضافات قد يكون هذا الأمر جيد لإغناء الجواب وإغناء النقاش. هو في الحقيقة الاستراتيجية كما رأيتم عندها 10 توصيات، وهذه التوصيات العشرة لها محاور عديدة ومحاور يعني مختلفة ولكن في نفس الوقت مترابطة. مثلا قد تكون المحاور أنه يجب تحسيس الناس بأنهم مرحب بهم، أو من المحاور يجب تحسيس
أو من المحاور كذلك يجب مشاطرة المعلومات فيما بين الناس وتقاسم معلومات من ناحية المعرفة الداخلية. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأنه هي الأمور التي شرحنا في خلال العرض، ولكن سوف أتطرق إلى النقطة التي أنت ذكرت وأحاول أن أظهر الرابط بين تلك النقاط. السياسات على الموسوعة أو السياسات بصفة عامة هي أمور تقوم بضبط العلاقات بين الناس أو تقوم بتوضيح بعض المسائل، وهي أحيانا قد تكون منهاج أو منهجية أو سلوك. بالنسبة لويكيبيديا العربية، وأنا أعتقد أنه عدد كبير منكم له معرفة جيدة جدا ومفصلة بها، هناك عدد من السياسات مرتبط بالسياق العربي، وهناك عدد من السياسات هو منقول مباشرة من السياسات باللغة الإنجليزية، نظرا لكون ويكيبيديا باللغة الإنجليزية هي التي فيها محرر أكثر والتي تتطرق تقريبا إلى جميع المواضيع، فبعض الأحيان يتم نسخ سياسات ويكيبيديا الإنجليزية إلى لغات أخرى. الآن لنمر إلى جوهر الموضوع. جوهر الموضوع هو أنه كما قلنا السياسات ترتبط بالعديد من المسائل المتعلقة سواء بالسلوكات في المجتمع أو طرق الكتابة إلى غير ذلك. خلال مرحلة التنفيذ الاستراتيجية سوف يتم مس الكثير من الأمور هذه. مثلا عباد قبل قليل ذكر أنه المؤسسة تعمل على مدونة سلوك، يعني هذه المدونة مدونة السلوك العالمية هي أمر واقعي وبدأ الآن، يعني لا ينتظر مرحلة التنفيذ. وفي مدونة السلوك هذه توجد العديد من البنود والعديد من الأمور التي حاليا يتم نقاشها، مثلا لا يحق للإنسان أن يتكلم بهذه الطريقة مع هذا الشخص، أو لا يحق إهانة شخص معين، أو يعني عدد كبير من الأمور أو طرق تعامل وما غير ذلك. فهذه الأمور أنا أعتقد أنه عندما سيتم وضع مدونة السلوك هذه والاتفاق عليها والتوقيع عليها من طرف الجميع، أنا شبه متأكد أنه السياسات حتى في ويكيبيديا العربية ستصبح ملزمة بشكل من الأشكال بإدخال هذه المدونة على سياساتها إن لم تكن موجودة حاليا. ونفس الشيء يعني بعكسه، يعني كما ذكرت أنت هل هناك أمور معيقة؟ نعم، ممكن تكون سياسات في ويكيبيديا العربية تتعارض مع بعض الأمور التي قد تأتي بها الاستراتيجية من ناحية لا أعرف من ناحية قبول يعني التنوع، أو أن الجميع مرحب به بجميع يعني تلوناتهم. هذه الأمور لا يمكن أن نجيب عليها الآن، ولكن سيكون هناك تغيير، أنا يعني متأكد من هذا الأمر. كذلك هناك نقطة أخرى مهمة كنت أريد أن أذكرها في نفس يعني حتى أعطي مثال، يعني كما أعطيت مثال مدونة سلوك، هناك أمثلة أخرى متعلقة بالسياسات، مثلا الترحيب بالوافدين الجدد. مثلا من الممكن، هذا طبعا كله افتراض أنا لا أعرف المستقبل، ولكن من الممكن أن تكون الاستراتيجية قد تحث أو سيكون في تفعيلها أمر واضح يعني ومعين، سيقول إذا جاء مستخدم جديد فيجب الترحيب به بإرسال رسالة، يعني تكون هذه مراحل واضحة، لأن الآن كل مجتمع الآن يعمل بطريقة معينة. بعض الأحيان مجتمعات يكون مستخدم جديد لا يعرفه أحد حتى أنه جديد، وفي أماكن أخرى ممكن مستخدم جديد يتم إرسال رسائل أوتوماتيكية إليه وإرسال توضيحات والأمور التي يجب القيام بها. فأنا متأكد أنه عندما سيتم جعل هذه الأمور ممنهجة على السياق العالمي سوف تؤثر كذلك على سياساتنا، وسوف يكون بعض الأمور يجب تغييرها، وحتى إن لم يكن يجب تغييرها فيجب ممكن فقط محاولة مسايرتها. مثلا كما ذكرت إذا جاء مستخدم جديد، أنا أتوقع أنه في جميع اللغات في المستقبل ستصبح نفس المنهجية، أولا الترحيب، ثانيا ممكن إرسال فيديو يكون فيها تيتوريال حول الأمور التي يجب أن يقوم بها إلى غير ذلك. فحتى أعطيك يعني ملخص لما ذكرت الآن، لأنه أنا ليس عندي جواب 100%، لا يوجد أمور حاليا سأقول لك 1، 2، 3 ماذا سيتغير، ولكن ستكون هناك تغييرات 100% من جميع النواحي، سواء من أنه بعض السياسات ستتغير، ومن ناحية أنه قد تكون بعض السياسات معيقة ويجب إعادة نقاشها من جديد. صراحة أتمنى أن أكون أجبت السؤال، أنا حاولت أن أجمع كل المعلومات التي كانت في رأسي حتى أجيب، وإن كان هناك أي إضافة من عباد أو من أي شخص من الحضور مرحبا. عزيزي أنا في البداية بيشرفني أسمع صوتك وأشوفك كمان مرة، هذا الشرف لي كمان، وجوابك كان تقريبا شافي. هي الفكرة أنه مثل ما تفضلت في أمور ربما صعب نبت فيها، بس ربما حتى أوضح نقطة أنا ما وضحتها قبل ربما بالمغزى من وراء سؤالي، أنه هل بإمكان المجتمع العربي أنه إذا كان أقوى بشكل معين وله حضور أقوى أنه يكون له كلمة أقوى في مجال صياغة أو إدماج هذه السياسات في المستقبل، أو حتى التأثير أنه في سياسات على مثال المجتمع العربي يعني قوي خلينا نقول بين قوسين لا يمكن أن يقبل بها، وفي هل في نصائح خلينا نقول إذا بدي أصيغ الطريقة الثانية، نصائح للمجتمع العربي في الوقت المتبقي
انه يكون فيها احد امور حتى يكون له على الاقل تاثير ايجابي. شكرا جزيلا على التوضيح، والان فهمت نقطتك بشكل جيد. نعم تماما، يعني هذا الامر مفروغ منه، يعني مليون في المئه، كلما كان الحضور اكبر وكلما كان هناك صوت مسموع اكثر كلما سيكون التاثير اقوى على المستوى العالمي. وبالمناسبه في الاستراتيجيه، لو تلاحظون او بالنسبه للناس الذين تابعوا نقاش الاستراتيجيه وكل هذه الامور، هناك بعض اللغات التي لا يتكلمها يعني عدد كبير جدا من الناس في العالم مقارنة يعني مع عدد سكان العالم، ولكن تراها مؤثرة جدا في الاستراتيجية، مثلا اللغة الألمانية واللغة الكتالانية، هم المتكلمون بالعربية 4 مرات أكثر من المتكلمين بالألمانية، ولكن الصوت الألماني مسموع بشكل كبير وكل الوثائق تترجم للألمانية وما غير ذلك. وهذا يدل على أن الحضور المتكلمين بالألمانية قوي وتأثيرهم قوي، ويتم عمل استراتيجية تلائمهم، لأنه إذا لم تلائمهم سنسمع صوتهم وأنهم يعارضون. المشكل في بعض اللغات الأخرى أو المجتمعات الأخرى أنه قد يتم تفعيل أشياء ليست في مصلحتهم، ولكن الجميع يبقى يعني بدون أن يتكلم أو لا يسمع صوته فيرضخ للأمر الواقع. فنعم بالنسبة لأجيبك بشكل واضح، كلما كان الناس المتكلمون باللغة العربية منفعلين ومنخرطين أكثر في الاستراتيجية، وليس فقط الاستراتيجية، كل الأمور المتعلقة مع المؤسسة وإبداء الآراء والإجابة على الاستبيانات والمشاركة، كلما سيتم إعطاء وزن أكبر لآرائهم وكلما سيكون عندهم تأثير أكبر حتى يكون هم من الرابحين وليس من الخاسرين في هذه العملية. شكرا لك يا أنس عزيزي، وصلت الصورة، وأتمنى أن تكون يعني رسالة إلنا كأفراد متطوعين أو حتى كمجموعات مستخدمين، أنه فعلا يعني نقدر المجهودات ونقدر الموضوع المهم أنه يكون لنا الدور في هذا الشيء. شكرا. شكرا، شكرا لك. وبس كإضافة، يعني أنا بشوف صراحة يعني كل مرحلة استراتيجية لها متطلباتها، وبس لنختصر الأمر أنه بالمرحلة الحالية هو المطلوب الرئيسي أو الأهمية الرئيسية هي بموضوع الأولويات مثل ما حكينا، فلازم يعني يكون في نقاش جاد بيننا كمجتمع عن التوصيات وعن شو هي اللي لها قيمة أكبر لمستقبلنا. بالنسبة لسؤال الأخ محمود، فالنقاش يعني خلال الدقائق الماضية يعني كان بشكل رئيسي عن سؤال طرحه الزميل عبد اللطيف عن السياسات، عن كيف ممكن تحتاج سياسات مشاريع الوكي أنها تتغير أو تستجيب لتوصيات الاستراتيجية، وكان في إجابة وافية من الزميل لأناس أنه بشكل عام يعني الموضوع يتراوح من توصية إلى أخرى، وبعض التوصيات ممكن يكون لها تأثير على المجتمع أو على سياساته أكثر من غيرها. وكان في كمان تعليقات قبل هيك بشكل عام يعني عن بعض الأولويات أو بعض الأمور اللي ممكن تلفت النظر بالاستراتيجية أو لمستقبل المجتمع العربي، مثل أهمية تطوير مجموعات المستخدمين والمجتمعات والتركيز على الشراكات وهي الأمور. أحمد إذا بسمح لي أني أدعوك أنك تشارك بالنقاش، كونك دائماً عندك كثير من الأفكار والكثير من النقاط، بتحب أنك تحكي لنا شوي؟ أحمد الياباني أنا كان قصدي هلا، بس ما بعرف إذا بيقدر يحكي. مين بده يحكي؟ خلاص تفضل علاء. لا إذا في حد رافع إيده قبلي مش خلاف يعني. لا حاليا ما حد رافع إيده. تفضل. تمام، أنا أنزل إيدي أنا إذا هيك شوي. مرحبا بالجميع طبعا، يعني رائع الكلام اللي حكيته ما شاء الله، يعني انبسطنا بشوفت الشباب يعني بالعموم. بس كنت أنا بدي أعقب نقطة بسيطة اللي حكى فيها أنس عن نقطة اللي هي نقطة السياسات وما إلى ذلك. هلأ أنس حكى نقطة جوهرية رئيسية، يعني أنه حالياً في نقاش عن مدونة السلوك اللي بتحاول المؤسسة تشتغل عليها، ومن هذا الكلام وبرضو عقب على نقطة اللي هي مدونة السياسات الجديدة العربية. هلأ في نقطة أصلية أنا يعني هي جاي زي عتاب أكتر، أنه مثلاً بالنسبة لمدونة السلوك اللي حالياً في الميتا، للأسف يعني لاحظت أنه مثلاً ميرفت طبعاً زي ما العباد مشكورة كانت هي اللي بتنسق في الموضوع،
حطت إعلان بويكيبيديا العربية وحطت إعلانات يعني للمجتمع، وللأسف المجتمع العربي يعني ما فيش، يعني أنا دخلت كذا مرة وعلقت كذا، ما فيش حدا شارك يعني، ولا حدا تكلم ولا حدا إشي يعني، بالرغم الصفحة حاليا يعني من تعليقات المجتمعات الثانية يعني في تعليقات كثير ومدخلات كثير هلا. فهذا الإشي مرتبط بشكل مباشر إنه لو اتطبقت المدونة كيف راح يكون انعكاسها بالنسبة للمجتمع العربي. هلا أنا بقولش إنهم أكيد راح مثلا راح يكون في تحالف على المجتمع العربي و و و لا لا مش هيك الكلام، بس الفكرة بالأسلوب إنه في ظل عدم مشاركة المجتمع العربي أساسا في النقاش، أكيد في نقاط راح تكون مغيبة عنها المجتمع العربي، أو نقاط تنفرض على المجتمع العربي هو مش قابلها بالنسبة للمجتمع العربي. فهي نقطة أنا أساسية كنت حابب إني أتكلم عنها أساسا، اللي هي عدم مشاركة المجتمع العربي بمدونة السلوك، بالرغم مدونة السلوك يعني مهمة جدا جدا جدا، لأنها بتشمل مش فقط نقاط البعض ممكن فكرها مرتبطة بمجتمعات اللي هي مثلا زي المجموعات خارج ويكيبيديا، لا هي مرتبطة بكل هاي الأمور، ومرتبطة بأمور أكثر. يعني أنا لما قرأت البنود اللي هي خلاصة مدونة السلوك المقترحة، صراحة في أمور اللي تحفظات عليها وعلقت فيها وما إلى ذلك، بس يعني شاملة لدرجة إنها بتقول لك عن المستخدم القديم وكيف المستخدم القديم ممكن يكون في له تعامل أكثر من الجديد، وممكن القديم يكون في تحيز له، وكيف مدونة السلوك بتتعامل مع هذا التحيز، اللي هو تحيز إنه مثلا أنا كعلاء ممكن عباد يعمل مشكلة أتحيز لعباد وأوقف بصفه لأنه عباد قديم وله خبرة مقابل مستخدم جديد. فهي واصلة لهذه النقاط وموضحيتها. للأسف نقطتي بس إنه عدم مشاركة المجتمع العربي صراحة يعني أنا شايفه مشكلة صراحة، يعني لأنه زي ما بصير كل مرة المجتمعات، بديش أحكي الأجنبية أو المجتمعات الثانية غير العربية، هي بتصيغ السياسات العالمية، المجتمع العربي ما بيشاركش. بنلاحظ بعدين المجتمع العربي يا بيطبق السياسة يا بيصير يعترض فيما بعد، ومش عاجبيته السياسة ومش عاجبه الكلام المعمول عالميا، وبيكون كتير انحكى للمجتمع شارك وما شاركش. هاي النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي سياسات ويكيبيديا العربية، بس حبيت برضو أؤكد على نقطة حكيها أنس، إنه هي مش للأسف بس هي هيك يعني العموم المجتمعات ماشي، يعني غير مجتمعات قليلة طبعا، إنها بترجم السياسات من اللغة الإنجليزية بالعادة، على أساس إنه اللغة الإنجليزية فيها عدد محررين أكبر وفيها مشاركين أكثر في النقاشات، فبتكون وجهات النظر متنوعة أكثر يعني، ومحاولين يحلوا أغلب الثغرات والمشاكل بالسياسات، مقابل ويكيبيديا العربية بتطرح السياسة ممكن بيشارك فيها ثلاثة يعني، بالرغم إنها تكون بتأثر على مليون مستخدم جديد بويكيبيديا العربية. طبعا هاي مشكلة، بس سياسات الويكيبيديا العربية للأسف يعني هي ترجم إلى سياسات الإنجليزية في بداياتها، يعني بداياتها اللي هي سنة 2000 ممكن نحكي 2007 2008 2009 ولحد اليوم يعني واقفة على الوقت هذاك وما تطورتش، يعني ما عدا إنه في جهود طبعا حاليا من زملاء زي الزميل ميشيل مثلا وزي الزميل شبيب وأنا بساعدهم في تطوير بعض السياسات إنه نعود نصيغها من الصفر طبعا، ومن ترجمة من الإنجليزية مع مواكبتها لويكيبيديا العربية، يعني لأنه في نقاط أكيد ويكيبيديا العربية ما بتحتاجهاش من اللغات الثانية، والعكس صحيح في نقاط لازم نشملها والمجتمعات الثانية ممكن ما بتحتاجهاش. فبتمنى يعني إنه طبعا هو هذا هدف من أهداف الاستراتيجية، بس في شيء أساسي في الاستراتيجية الزملاء أكدوا عليه كثير، وحتى في نقاشاتهم بالبداية الزميل أنس والزميل عباد نقاشاتهم من بداية أيام الاستراتيجية وطرحها، إنه مشاركة المجتمع ضرورية. عدم مشاركة المجتمع بأي نقاش مشكلة، يعني مشكلة. عدم وجود تمثيل عربي أصلاً في النقاشات مشكلة، يعني بيعمل فجوة يعتبر برأي المجتمع العربي أو وجهة نظر المجتمع العربي. بس هاي النقاط اللي حبيت أكد عليها، وشكراً للجميع، يعني شكراً لزملاء الحضور وشكراً للشباب جميعاً. إذا بسمح لي عباد وأنا إذا بسمحوا لي بس أسأل علاء سؤال على النقاط اللي ذكرها. تفضل تفضل، وشكراً علاء أولاً. هسه على صدقا يعني في كثير مشاكل احنا بنعرفها بتخص مجتمعنا الويكيبيديا العربي، وغالبا ما بنحب نخوض فيها لانها راح تكون ماضيه على الوقت، تلفنا جهد وطاقه بدون انتاج حاجات ايجابيه. فالمشاكل راح متعدده، بس بما انه احنا بنحكي في صدد مشكله رئيسيه وهي كل التفاعل المجتمع، شو في تصورك بما انك انت متابع للصورة بشكل جيد جداً، يعني شو تصورك وربما تصور الزملاء لكل التفاعل هذا الموجود؟ يعني لو ضربنا مثال مجموعة ويكيبيديا العربية على الفيسبوك موجود فيها إذا ما خابش ظني ما لا يقل عن 6000 مشترك،
بينما اللي بيساهم فيها بشكل نوعا ما فعال يعني لا يتعدى ربما 10 إلى 20 شخص يعني بشكل متكرر. فشو السبب بعد الناس عن المشاركة؟ هل هي شو سبب ضعف الاهتمام يعني من وجهة نظرك على الأقل؟ شكرا لك عبد. مرحبا محمد. صراحة لا مؤاخذة السبب وربما عفوا اعذرني قص على المقاطعة ربما إذا في عندك كمان اقتراح يعني شو السبب وربما إذا كان في عندك اقتراحات ممكن تساعد. صراحة يعني محمد تكلمت في نقطة جوهرية جدا جدا يعني أنت لأنه هذا للأسف يعني فيه له أساس متعمق في المجتمع العربي يعني أبعد من أساس إنه ليش المجتمع ما بيشاركش في السياسات أو بيشاركش في الأمور العالمية بالعموم. للأسف المجتمع العربي يعني أنا لاحظته يعني خصوصا من النقاشات الطويلة مع أعضاء المجتمع العربي ومحاولة جذب البعض منهم هون وهون يعني للغات تانية أو مش لغات تانية لمشاريع تانية خصوصا مشاريع متعددة اللغات يعني زي ويكي بيانات وكومنز مثلا والميتا على الأقل يعني 3-4 مشاريع هاي اللي متعددة اللغات. للأسف المجتمع العربي عنده قلة إيمان بأهمية هاي المشاريع أو قلة إيمان بانعكاس على ويكيبيديا العربية بالخصوص. يعني المجتمع عندنا بيقول يعني أنا لاحظت يعني وإداريين يعني ومحررين إدام برضو تكلموا بنفس النقطة وبنفس الأسلوب إنه أنا شو بدي أستفيد إذا مثلا رشحت صورة مخالفة على كومنز أو شو بدي أستفيد إذا استرجعت تخريب على ويكي بيانات. هلأ للأسف هاي نقطة اللي أنت شايف يعني هي نقطة جوهرية يعني مش نقطة إنه يعني أنا من هذا الأساس انطلقت ليش المجتمع ما بيشاركش أصلاً بالنقاشات العالمية. طبعا أنا شو أنا كعلاء مآمن إنه هذا الأساس يعني فترة لما نحاول الناس يعني أنت شفت مثلا أنا بضرب أمثلة على أمور داخل ويكيبيديا أكثر من النشاطات الخارجية يعني المؤسسة مثلا في أوقات انتخابات المضيفين فرضا يعني يعني خلال السنتين الماضيات حاولت أن أنشر المجتمع في كل مكان حاولت أنه أخلي المجتمع العربي يشارك. أنا سامع انعكاس صوتي مش عارف من عند زميل بن عف. معلش عامل لك ميوت. تمام. شكرا. تمام شكرا عباد. فالنقطة هاي اللي هي انه قد ما حاولت اجذب الناس نشرت يعني حتى فترتها حاولت بخطة يعني انه انشر على الجروب الفيسبوك انشر بنفس الوقت على ويكيبيديا العربية تحديثات في رسائل المجتمع انشر لهم مرة في الميدان بس بنفس الوقت كنت اتجنب تعارض المصالح لاني من ضمن او التعارض لاني من ضمن المرشحين يعني وحتى كنت ماخذ رأي كذا شخص قبل ما أبدأ في العملية بلاش يعتبروا أنه علاء بيروج لنفسه مثلاً. فلقيت أنه كم المشاركة كانت زادت صراحةً بالنسبة للسنوات السابقة بس كان في أسئلة من بعض المستخدمين سواء أجداد أو يعني محررين وحتى إداريين أنه مش مآمن بأهمية مشاركته بالانتخابات المضيفين أو مش مآمن شو أهمية الموضوع يعني يقول لك أنا شاركت ولا ما شاركتش يعني. فقلت له يعني الأمور ما بتنقاس الشيك يعني ما بتنقاسش أنه هيك يعني حتى يعني آخر مثال أضربه بس النقطة هاي إنه زميل استرجع صورة على ويكيبيديا العربية هذا الكلام قبل كم شهر يعني أنا هاي الأمثلة بنسهاش لكلمات الإداريين خصوصاً يعني أو المحررين الإدارة حط صورة مخالفة بمقالة وش الإدارة استرجع الصورة وكتب إنه صورة خرق لحقوق النشر فإداري تاني راسل وقال له طب يعني إذا هي خرق لحقوق النشر ليش ما رشحتهاش للشطب على كومنز يعني بما إنك أنت متأكد إنها مخالفة. فالإداري رد عليه حكى له إنه هاي مش مشكلتي يعني قال له مش مشكلتي لكومنز هم يتعاملوا معها بالرغم إنك أنت بتعرف يعني وكنا بنعرف إنه كومنز مشروع مثلا متعدد اللغات فأنت لما أنت ترشح صورة مخالفة وأنت حتى أنا يعني متعاملي معهم هناك وبقول لك إنه إحنا بنعاني مع الصور العربية إنه ما بنفهمش مرات عنوان الصورة أو الديسكريبشن أو بنتغلب في البحث عنها أو نفهم هي مهمة مش مهمة إلها قيمة ما لهاش قيمة. فهذا أنا شايف الأساس. في نقطة تانية هي نقطة جانبية أنا بشوفها مشكلة اللغة الإنجليزية للأسف عند المجتمع العربي يعني أو هي نقطة برضو جوهرية أنا لاحظتها يعني للأسف أغلب المجتمع العربي يعني بديش أحكي مش متمكنين ولا مستعدين يعني بديش برضو أتكلم باللهجة هاي يعني بس ولا مستعدين يغلبوا حالهم إنهم يستعملوا جوجل ترانسليشن عشان يفهموا شو المكتوب بالإنجليزي وهي مشكلة يعني وهي مشكلة بتنعكس يا محمد أو يعني للجميع
على كثير امور، سواء من نقاش استراتيجي ومدونة السلوك لاصغر الامور، لما حدا من المؤسسه يبعث كثير بتوصل رسائل لميدان ويكيبيديا العربيه مثلا باللغه الانجليزيه، اعلان من المؤسسه عن مسابقه، عن تطوير بدهم يعملوه، عن تغيير في الإشي بشكل عام. بالتالي المجتمع العربي بيكون الرساله بالانجليزي ومطلوب مثلا حدا يترجمها، المجتمع مش مستعد يترجم الثلاث سطور هدول عشان غيره اللي باللغه العربيه يفهموه يعني. فأنا كعلاء هيك شايف المشكلة يعني، الناس مش مآمنة للأسف بأهمية المشاريع. هلأ كيف حل الموضوع؟ صراحة بدك الناس تآمن يعني، توضح للناس إنه أنت يعني لما تساهم مثلاً بكومنز أو لما تشارك بالنقاش هذا شو الفائدة، لما تشارك يعني لما تساعد في صياغة سياسة عالمية شو الفائدة، مش شرط يكون انعكاسها مباشرة 100% على ويكيبيديا العربية يعني. وهي مشكلة إن الناس تفكر لازم ينعكس 100% على ويكيبيديا العربية، بالرغم ممكن يكون تأثيرها 1% بس إله أثر. زائد نقطة إنه المجتمع يقول لك إنه أنا مهم عندي يعني، وأسف على الكلمة هاي، برضو عدد تعديلاتي بويكيبيديا العربية وعدد تعديلات اللي برا ويكيبيديا العربية ما حدش بيطلع عليها، وهي سمعتها ومن إداريين سمعتها يعني كثير، سمعتها منهم إنه بقول لك أنا شو مهم. فعجبتني مثلا فكره الزميل ميشيل بيشتغل عليها صار له فتره، يا رجل يعني في قوالب في كومنز اللي هي قوالب الرخص مثلا اللي هي هاي مهمه جدا يعني، اللي بتنحط في الصور على في الواجهه العربيه، مش مترجم كثير منها ومش موجوده بالعربيه، او سنه 2007 اللي مترجمه ولليوم موجوده على الصيغه اللي هناك، فيش اهتمام من المجتمع العربي. ميشيل صراحه حاول كثير يعني، انا شفته كان يحاول ينشر بعض النقاشات احيانا على الميدان يعني، يطلب بس من الناس بغض النظر عن اي نقاشات ثانيه، بس بحكي عن النقاشات هاي يعني بالتحديد، يحاول يقول للناس انه انا بشتغل على مشروع تطوير القوالب العربيه على كومنز. هلا تلاقي ردود صراحه، انا شفت الرد انه شو بدنا نستفيد يعني. ف يعني انا بقول لك يعني انا من تعاملي بديش اسئلي، بس يمكن عباد بيعرف انا دائما شايف الجانب الاسود من الموضوع اكثر ما شايف الجانب الابيض من الموضوع. فصراحة مش عارف كيف المجتمع العربي بده ينخرط أكتر يعني. أنا حسيت إنه في بعض الأمور حاولت كتير إني أجذب المجتمع للأمور الخارجية، وكنت لدرجة إنه يعني في شخص ساعدته يكون إداري في مشروع خارجي، وبعد كم شهر قال لي علي أنا مش قادر بدي أستقيل مش مهتم. فيعني الأمور للأسف يعني، فبعرفش إذا عباد أو أنس أو أي حدا تاني عنده تعليق على الموضوع، وأسف على كمية السواد هيك اللي أنا بحب أرميها كل مرة. يلا منيح انك فضفضت على شكرا لك. شكرا، عفوا. هو في الحقيقة بالعكس، هو ليس والسواد جيد. اذا اردنا ان نتقدم، انا كما ذكرت في التوصية العاشرة يجب ان نقوم بتقييم، وعندما نرى نتيجة التقييم نقوم برؤية الطريق للمستقبل. فاذا كان امر سيء نقول جيد، نحن الآن في وضعية سيئة، كيف نحسنها؟ بالعكس أنا أفضل هذا الأمر على أن نقول الأمور كلها تمام وهي نذهب ونرتاح وفي المنتجعات ونسترخي، لأن هذه ليست الحقيقة. فبالعكس مشكور جدا يا على 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 هذه الملاحظات وعلى هذه الأمور، وأنت كشخص عندك وضع استثنائي من ناحية جيدة يعني، عندك نظرة للأمور من عدة زوايا، وهذا أمر ممتاز يعني. نحن نفتخر أنك عضو للمجتمع العربي ونفتخر بحضورك لهذا الاجتماع، فشكرا لك. وآسف عباد قطعتك، كنت في إطار أن تقول شيئا ما. يعني كنت فقط سأقول أن علاء يعني لديه عدد جيد من الفرص للفضفضة، ولكن سعيد بأن أعطينا فرصة أخرى. يعني بصراحة الموضوع مهم يعني، يعني إحنا بحاجة لمشاركة أكثر من المجتمع العربي، وبحاجة ل يعني لوجود استثمار أكبر بصراحة، مثل يعني مثل ما قال على جوجل ترانزليت، لازم يكون في جهد أكبر أو اهتمام أكبر بموضوع الأمور العالمية اللي عم تصير، لأنه إذا إحنا ما حكينا لأنفسنا وما عبرنا عن موقفنا من الأمور اللي عم تصير حول العالم بويكيميديا، بالاستراتيجية، بالتغييرات، بمجلس الأمناء، كل هاي الأمور هتصير بدون علمنا وبدون استشارتنا. فيعني حتى المؤسسة وصلت لمرحلة إنه هي عم توظف أشخاص، عم تدفع لهم راتب بس مشان يكون هدفهم إنه مشان الله يعني أيها المجتمع العربي نجي لعندكم وبس يعني عطونا رأيكم، عطونا وجهة نظركم. ولحد الآن يعني في للأسف يعني نوعا ما ضعف. فإذا استمرنا على هذا الطريق صعب جدا نأمل بوجود تمثيل، بوجود صوت لنا على المستوى العالمي، على مستوى الحوكمة بويكيميديا، ما هيكون يعني ممكن في نصيب كافي لنا، أو ربما ليس بالطريقة اللي نحن محتاجينها.
بالمستقبل. فربما واحدة مثلا من المشكلات اللي ممكن تشوفها انه كان في طلب بتذكر برضه لفترة مشان استشهد بأمثلة بوجود شخص مسؤول عن المجتمع العربي، شخص مسؤول عن دعم المجتمع العربي تحديدا. هذا طلب كنا كثير نحكيه مثلا، هلا كيف نحن بدنا نأمل انه هذا الشخص يصير موجود او انه يتم توظيف شخص مثل هيك بالطريقه الصحيحه، بدل ما يجيبوا مثلا شخص من برا ويكيميديا، او شخص ما بيعرف شو هي مشاريع الويكي او لا يؤمن فيها. يعني كيف بدنا نأمل انه يعطونا اللي بدناه ويعطونا اياه بالطريقه اللي بدناها اذا نحن ما عم نعبر عن راينا وما عم نحكي لما يعطونا الفرصه ويترجونا انه نعبر عن راينا؟ فبصراحة هذا أمر خطير جدا، وأمر يعني بيرسم مستقبلنا. هلأ نحن عم نحكي عن مستقبل لمدة 10 سنين، فكثير يعني كثير شيء خطير إنه بهاي المرحلة ما نكون عم نجاوب مع ما يكفي. أنا آسف بس بدي أضيف لي نقطة على عبادة، أنا عارف هذا يضيف بس بعد ما تحكي في عدة أيدي مرفوعة. لا أنا راح أسكت بس أحكي هالنقطة هاي خلاص زي كل مرة، ما تمسكنيش الميكروفون قلت لكم. اللي هي نقطة زي اللي هي نفس النقطة اللي عباد مثال عباد صراحة أوضح مثال كان لما تم طرح النقاش على الإشي في الاستراتيجية اللي شاركوا يمكن 3 أو 4 أشخاص يعني. ويعني أنا بس أنا مرات بحب إنه أطرح للمجتمع إنه أمثلة على إشي هم ساعدوا فيه وهم مش حاسين. يعني بتصير مرات إنه بيجي حد بكتب في ميدان ويكيبيديا العربية إنه أنا صار لي والله 3-4 شهور بعاني من المشكلة الفلانية التقنية فرضا، بيكتبها هيك. فأنا صارت كم مرة إنه بجد يعني إنه بس أقرأ نقاش الشخص، أجرب أطبق الإشي عن طريق حسابي وألاقي في إشكالية بجد، أمسك هاي الإشكالية وأروح على الفابريكيتور بالضبط أكتب سطرين بس إنه كيف يعني كيف بتصير المشكلة. يعني إنه أعمل 1-2-3-4-5. وصراحة كانت الردود تكون إنه يعني كثير مرات إنه أنتوا المجتمع العربي اكتشفتوا المشكلة هاي قبل كل الجميع يعني، وتكون مشكلة جوهرية جدا ما حدش شافها، فتلاقي انه يتم اصلاحها وفي كثير تفاعلات منها من المجتمعات الثانيه. يعني كثير صدقني يعني في امثله خطيره جدا كمان المجتمع العربي ساعد فيها، بس المجتمع ما كانش يحس يعني او كيف مش ما كانش يحس. كنت ترجع تشرح للناس انه شفتوا شو فايده لما تكون في عندك مشكله انك اذا ما قدرتش انت تفتح التذكر على الفابريكيتور بالرغم انها بتاخذش معك يعني دقيقه او دقيقتين، على الاقل اكتب في الميدان عنها. مش خلاص شفت في مش مستخدمين للأسف يعني بيشوف المشكلة وبيضلوا يعاني منها سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ولا مستعد يقول لك إنه أنا عندي مشكلة. فبرضو يعني هي من ضمن كل إشي إنه المجتمع مش مآمن شو أهمية تساهم في الإشي برا. وأنا سكروا الميكروفون نهائيا ثانيا. لا منحب نسمع منك بيا تعالى ولو هلا بشوندا كان رافع إيده وبعدين أحمد بعدين عبد اللطيف. على فكرة أنا رافع إيدي قبل بشوندا بس مش مشكلة. والله بشوندا بتسمح لك يا ابني؟ بصراحة أنا فكرت إيد بشوندا كانت أول بس ممكن كنت. لا تفضل يا بشوندا تفضل. خلص أحمد خلص سمحنا لك. أوكي علاء. علاء أنا معك. لا أنا ما تقوله. الو سامعينك بشوندا. تمام. اللي بتقوله يعني صحيح جدا يعني، وخلينا نفكر يعني في المستقبل الاستراتيجية القادمة. فيه نقاط يعني مهمة جدا يعني يعني تسمح لنا باقتراح يعني حلول لكل ما يجري. لما نفكر في امور اللي انت طرحتها هنا في النقاط اللي طرحناها انت، لازم دوما نحطها في العلاقة خلينا نسميها الجيوستراتيجية السياسية الحالية الاقتصادية الحالية الثقافية الحالية للعالم العربي. وهذا ما يخرج أمور كما هذه. أنا مثلا يعني في الجزائر لما أكون أشرح يعني في يعني لمصور محترف ويعني أطلب منه يعني رفع صور في كومنس، يعني السؤال كما أنت تقول يعني ما هي الفائدة. أتواصل مع بروفيسور في الجامعة يعني دكتورات عنده عدة دكتورات ما شاء الله، يقول لي ما هي فائدتي بمشاركة يعني لو شاركت معكم في إيفنت ولا في ورشة ولا في أي أمر، يعني بماذا سوف أستفيد؟
يعني أسئلة كذه يعني تعطيك يعني مدى يعني الحاجة للإنسان العربي يعني البديل. يعني هناك يعني حاجة لأن إما حاجة أو يعني يجب أن نعرف يعني الواقع العربي هو كما هو. من جهة أخرى يعني العالم العربي ما شاء الله يعني فيه مئات الملايين يعني من الناطقين باللغة العربية، ويعني يجب أن نواصل دوما البحث يعني أو نغير طرقنا في استقطاب يعني ناشطين جدد يعني، ونحن كناشطين حاليا في التواصل يعني في العمل في المعرفي في إطار الموسوعة العربية يجب أن يكون عندنا يعني نغير النظرة ولا نبحث عن طرق جديدة أو تقنيات جديدة واستقطاب يعني ناشطين جدد يكونوا عندهم يعني الإضافات ممتازة. وأنا هذا يعني في وهذا النقاط يعني اللي رتبتها المؤسسة للمجتمعات العالمية كلها يجب المجتمع العربي يستفيد منها يعني مرتبة جاهزة، يعني 50 مشروع أو 50 نقطة 10 توصيات نجد فيها ما يجعلنا يعني نغير النظرة، ولو يعني إذا كانت 5% يعني فنحن في المستفيدين. ورأيي يعني كونك نقيم الماضي وننظر إلى المستقبل. كونك تنظر إلى المستقبل يا بشندا وتحب هذه التوصيات، فما هي يعني هل يمكن أن تذكر لنا توصية أو توصيتين مهمتين بنظرك ولماذا؟ شوف كل يعني كل شخص يعني أنا شخصيا يعني التوصيات هي من بينها يعني اللي تتكلم على يعني تكون يعني في 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 ناحية الاستقطاب يعني المنضمين الجدد، هي التوصية اللي تتكلم على يعني تجهيز الوثائق الصالحة للقادمين الجدد، ويعني التدقيق على الكود أوف كوندكت يعني الميثاق للانضمام أن يكون أسهل جدا. نعطيك مثال يعني ولو فيه يعني هناك من يعارض يعني فقط في نقطة الموسوعة، يعني لما يجي واحد يعني يعدل في مقالة تبقى التعديلات معلقة حتى يأتي هناك واحد عنده صلاحية أكثر ويعتمدها. أنا هذه الحد الآن أنا أعارضها، يعني يجب أن تكون التعديلات تدخل مباشرة في الموسوعة، وهذه النقطة يعني تجعل الكثير من القادمين الجدد لا يعودون إلى الموسوعة مرة أخرى بمحاولة واحدة أو اثنين ثلاثة، يعني لا يعودون. هذه من بين النقاط. كتوصية ثانية ممكن نفكر يعني في الجانب يعني الدعم المالي إلى آخره. في هذا الإطار لو كان فيه يعني مشاريع جيدة يكون لها يعني غلاف مالي ممتاز، ممكن أن تأتي بفوائد جديدة يعني جميلة وممتازة. يعني لازم يجب علينا أن نلاحظ جيدا أنه كلما يكون فيه مؤتمر في بلد عربي يعني ويكي عربية في بلد عربي، السنة التي تليها ولا في الشهور التي تليها نرى وجوه جديدة فاعلة. يعني فقط بعد مؤتمر مراكش كان فيه يعني ما شاء الله يعني مجموعة المغرب يعني اكتشفنا يعني وجوه أخرى خلاف الأخ أنس ولا الأخ ريدا، وما شاء الله كانت عندهم نشاطات يعني وإضافات جميلة ما شاء الله. يعني انظر يعني الفرق، يعني تنظيم مؤتمر لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام ماذا جرى؟ يعني ما معنى هذا؟ يعني يعني الدعم المالي لتنظيم نشاطات كهذه، هذه هي نتيجته. أنا بالنسبة للجزائر كل ما أنظم نشاط
لقاء إلى آخره، نلتقي يعني بفاعلين جدد وكثير كثير. يعني نظن عندك أعطيتك يعني أولويتين يعني ممكن أن نوظفها للعالم العربي. نعم شكرا بشندة، بصراحة لا كلامك واضح جدا، وأرى أنه يعني أتركزت على التوصيتين الثانية أو الثالثة بخصوص تجربة المستخدم أولا والأمن والأمان ثانيا، وربما أيضا تحدثت عن التوصية الأولى فيما يتعلق بموضوع الاستدامة وموضوع التمويل والمشاريع. أحب أن أسمع أيضا من أحمد الذي قال أنه كان يرفع يده من فترة طويلة وحتى الآن لم يتحدث، تفضل أحمد. هو في البداية يعني أحب أشكر باشوندا وعلاء لأن هم تقريبا اتكلموا أكتر من عباد وأنس، بس طيب أنا بس حابب تعليقا مش علق على كلام باشوندا، لأن الموضوع اللي باشوندا اتكلم فيه محتاج وقت كبير قوي إن إحنا عشان نعلق عليه يعني، بس أنا عندي تعليق صغير على علاء. علاء القصة إن قبل ما تطلب من الناس إن هي تشارك في الاستبيانات مع المؤسسة والكلام ده، أنت بنفسك قلت إن السياسات اللي بتناقش على ويكيبيديا العربية والنقاشات اللي بتفتح في الميدان والكلام ده كله اللي هي داخلياً اللي هو في محيط يعني في محيط الطمأنينة بتاع معظم الناس والكلام ده في جوه ويكيبيديا ما بيتمش المشاركة فيها. فالحل مش يعني أنا شايف إن مش قصة إيمان الناس بأهمية مشاريع ويكي داتا ولا الحاجات دي هي اللي ما بيدفعهاش إن هي تشارك فيها، بس شايف إن الأول الناس لازم تتعود. يعني في بعض الناس هم شايفين إن هم إن هم بالنسبة لهم كافي جدا إن هم يساهموا في مقالات ويكيبيديا العربية ومش هتقدر تطلب منهم أكتر من كده، وفي بعض الناس محتاجة ان هي تديها بعض يعني انا في رأيي بعض الحوافز ان هي تبدأ تشارك. على سبيل المثال معرفش ممكن انشاء مثلا منصب او صلاحية للحد اللي بيشارك في النقاشات بصورة كبيرة او بتاع او حاجة زي كده، او سمة يبقى في او سمة للي بيشاركوا في النقاشات وفي الاستبيانات وفي الأنشطة اللي هي تعتبر تندرج تحت الأنشطة الإدارية، وهي مش أنشطة إدارية في الواقع، هي أنشطة للمجتمع كله، نقاش السياسات والنقاشات الحاجات دي كلها. فأعتقد دي يعني لازم نفكر بره الصندوق إزاي نشجع الناس مبدئيا أولا إن هي تشارك وتتعود إن هي تشارك في النقاشات جوه ويكيبيديا العربية، لأن بعض الناس بيكون أسهل ليهم إن هم يشاركوا على المجموعة الويكيبيدية على الفيسبوك ويتناقشوا ويفتحوا نقاشات، أسهل بالنسبة لهم إن هم يخشوا ويتناقشوا جوه الميدان. لازم نديهم حافز، نديهم حاجة. إحنا بنحب، أنا أعتقد إن أنت لو أعلنت إن في أوسمة أو في حاجات أو في صلاحيات هتتاخد للي بيشاركوا في النقاشات وبتاع والكلام ده وفي تنظيم النقاشات والحاجات دي كلها وطرح نقاشات جديدة والرد على استبيانات المؤسسة والأنشطة اللي زي دي، أعتقد إن ده هيكون حافز ناي يخلي الناس تبدأ تشارك أكتر في الحاجات دي. ده بالإضافة إن لازم التركيز على إن يا جماعة ده مش حاجة ملهاش لازمة. لما بيجي على الميلينج ليست اللي هو بتاع ويكيميديا فاونديشن والبرنامج التعليم والحاجات دي كلها، لما بيجي بيطلبوا منك استبيانة أو بيبعتوا لك إيميل، هو أنت المفروض تشوفه لو أنت محتاج إن يبقى ليك صوت أو أنت محتاج إن الناس تعرف رأيك إيه. بس أنا شايف إن هي دي، بس أنا كان تعليقي إن إحنا لازم الناس تتعود يعني على المشاركة في النقاش داخليا قبل ما نطلب منهم المشاركة في النقاش مع المؤسسة. بس وتعليقا كان أنس اتكلم على قصة ألمانيا وإن عدد العرب أكتر من الألمان وبتاع والكلام ده كله، بس هرجع لدي نقطة تانية إن الألمان على سبيل المثال هم عندهم شابتر، وشابتر قوي بيدعمهم مش بس المجتمع. احنا في العالم العربي نفتقد وجود كيان يتكلم باسم العالم العربي، اللي دلوقتي يعني ظهر اللي هو الفكرة بتاعت المجلس العربي اللي هي بتحاول تتطبق وبتاع عشان يكون في حد يقدر يتكلم مع المؤسسة باسم المجتمع العربي ويبدأ يبرز رأي المجتمع العربي يعني. فأشكركم جزيلا وأنا مضطر إن أنا أنسحب من الجلسة الممتعة والآراء الجميلة يعني.
شكرا احمد. مثل ما قال زميلنا عبد اللطيف، يعني مداخلتك فعلا جوهريه بخصوص كيف نطور التفاعل مع المجتمع العربي، وربما حتى يعني نطور قدراته. يعني ممكن هي خطوه اصلا تسبق التنفيذ الاستراتيجيه، انه اصلا يكون المجتمع مستعد للانخراط فيها وللمشاركه في تنفيذها. وصراحه هو موضوع شوي بخوف يعني بالنظر لقرب البدء بمرحله التنفيذ، بس يعني اتمنى انه يكون برضه في اهتمام فيه. حجاوي، شفت انك النقطة كنت هي هو يعني شوف مثلا الاجتماع بتاع الاستراتيجية، انتوا قعدتوا تعلنوا عليه قد ايه؟ بقالكم حوالي اكتر من اسبوع بتعلنوا عنه وعلى كل وسائل التواصل وعلى كل حاجة، وفي ناس كتير اكتر يعني موجودة على الصفحة بتاعت ايفنت، في اكتر من 71 واحد مسجلين ان هم يحضروا، في المقابل العدد اللي موجود ده اقل بكتير من 71 يعني. ماشي، فالقصه ان الناس يعني لازم يكون في حافز ان هم يدفع الناس دي عشان تشارك يعني. شكرا احمد، بالفعل هذا موضوع مهم. وبالمناسبه باقي 10 دقائق من وقت الاجتماع، فاللي حابب يشارك لازم يستعجل. في ناس لهلا ما سمعنا منهم. الاستاذه ندى يعني بصراحه بخبرتها الكبيره، الزميل محمود وكيبيزي يعني قديم وقدير، مهند، مرقع، علا يعني البراء اللي بيحب برضه يحكي. بنحب كثير انه نسمع منكم بالدقائق الاخيره. هلا حجاوي رافع ايده فاعطيه الفرصه، بس اللي لهلا ما حكى يعني يبدا يحضر حاله شو بده يحكي. يلا تفضل حجاوي. شكرا لك عباد، وشكرا ايضا للجميع على الاراء والمساهمات الفعاله والممتازه. انا صراحه بدي اكد فقط على الامر اللي ذكره الزميل بشندا، وأكد على أيضا النقطة اللي أنا ذكرتها في البداية، هو أنه بالفعل دعم مجموعات المستخدمين هذا الأمر راح يمكنها من تنظيم يعني أنشطة مختلفة. هذه الأنشطة راح تساهم في استقطاب متطوعين وناس جدد، وهذا الأمر كله في النهاية راح يصب في مصلحة المحتوى، وربما أيضا يحل يعني زيادة عدد المحررين وعدد المنخرطين في الموسوعة، يمكن أيضا يساهم في حل مشكلة قلة التفاعل. فلذلك يعني برد أكد أنه أنا بضم صوتي على دعم مجموعات المستخدمين بكل الأشكال ودعم المجتمع العربي، لأنه هذا أيضاً في النهاية نقطة أخرى أنه يحقق الاستدامة. ممكن أنا أشارك في ورشة حالياً، المستخدمين أو الناس اللي شاركوا بالورشة يحكوا لناس آخرين، وكذلك يعني تستمر السلسلة. هذا الأمر كلياته كما أسلف في النهاية بصب في مصلحة المحتوى. شكراً لكم مرة ثانية ومساءكم سعيد جميعاً. أنا آسف بس أعلق تعليق صغير على تعليق حجاوي. حجاوي، إحنا عندنا بالفعل بعض مجموعات مع عدد من مجموعات المستخدمين، بس ده ما ضمنش مثلا إن كل المجموعات دي مشاركة في الاستراتيجية يعني وممثلة كلها. أنا عارف إنه ممثلة يعني، على الأقل الدنيا موجودة النهاردة من مصر، في ناس من الجزائر، في ناس من المغرب، بس قصدي إن زيادة مجموعات المستخدمين مش بالضرورة هي اللي هتزود التفاعل والتشاركية في كل المشاريع دي، لأن برضو ممكن مجموعات المستخدمين لما تزيد يركزوا أكتر على زيادة المحتوى والكلام ده، وينسوا أهمية المشاركة في وضع السياسات والكلام ده كله. وشكرا. تفضل يا أستاذة ندى ذهب. سلام، كيفكم؟ ما بعرف صوتي واضح، إنه حاطة السماعات ماني متأكدة إذا شغالين صح. صوتي واضح؟ واضح جدا. واضح. ماشي. بشكركم كثير عن جد، مشتاقة لكم كلكم، حتى مش مشتاقة كثير للشغل بكوريديا. بالمناسبة أنا عم بشتغل لألاقي، مثل ما حكيت لكم بالمرة الماضية، أني عم حاول أني استقطب الجيل هذا البايلانجوال اللي موجود ببريطانيا. صار أحكي لكم، كان المرة الماضية لما حكيت لسكت ما انتقلت لمانشستر، هلأ أنا بمانشستر وفي أجالية سورية كتير كبيرة، وعم حاول أقرب يعني لأعمل هالأنشطة. والحقيقة اقترحتها وساتنا بقترحها، ما بعرف الجو هون، مع أنه المفروض يكون يعني ثقافياً عالي، يعني بنجير يعني إجمالاً السوريين القديمين اللي إجوا من قبل والسوريين اللي هون، لكن مع ذلك ما في ثقافة. أو ما بعرف إذا أنتوا بتعرفوا المستخدمين هون، يعني أنا بتمنى إذا بتعرفوا ناس مقيمين ببريطانيا بمانشستر
بوجود. فأنا بتمنى يعني أنا بحاول إني أرجع أعمل جولة ل نعمل تعديلات يعني ك ك كثقافة. شخصيا أنا بفوت بس يعني بعدل أنا شخصيا كمستخدم بس كثير يعني مو هذا اللي بفش لي قلبي يعني أنا كحدا. وطبعا أنا مالي بوصلان لمستوى أني انتبه للسياسات يعني مشان هيك أنا عم طلع عليكم مبسوطة أنه أنتم عم تشتغلوا هذا الشغل الله يعطيكم العافية. بس يعني أنا لساتني بالمجال يعني شو لازم شو الشغلات اللي بتمنى أشوف مكتوبة ومين الناس اللي بتمنى أنه يصير عندهم هالثقافة. فأنا عم حاول يعني بس اللي مضايقني هو كورونا يعني كان في إشي كثير كان ممكن يصير لو ما في عنا هذا الحجر أو عم التضييق هذا اللي عم يصير علينا. فمسا عندي أمل مسا عندي أمل أرجع هيك مع إنجاز مع شيء هيك رجعني للزمان اللي كنت أحبه. بس حاليا لساتني حاولت. بشكركم كثير اللي عم ترحبوا فيني وكثير بحبكم وأنا رجع نشتغل سوا. يلا يعطيكم العافية. يعطيك انت العافية والله. بالعكس يعني ظهورك بعد غيابه يعني ما يعني كل ما غاب الواحد أكثر يفتقد أكثر. فمبسوطين جدا بوجودك. وصراحة يعني الواحد متى ما بلش مرة مع الموسوعة ما بيتركها يعني صعب. النقاط اللي ذكرتيها شوفي بالشات في ناس عم يكتبوا أصلا يعني إنه إيه في عندنا زملاء بالعراق بقصدي بريطانيا عرب حتى. وإذا بتحبي يعني برضه ممكن تتواصلي معي أو مع مجموعة الشام بعد الاجتماع ونحن إن شاء الله بنوصلك يعني بأشخاص سواء يعني ممكن عرب أو مؤسس ويكيميديا ببريطانيا نفسها فرع ويكيميديا ببريطانيا ممكن يعني ننظم شراكة أو هن يدعموك أو يكون شغل مشترك بين ويكيميديا الشام ويكيميديا ببريطانيا إذا بتحبي. ف يعني بنقدر نحكي بالموضوع ممكن يكون مشروع جميل جدا. بس انا كثير بحب بس يا ترى لازم اخر لبعد كورونا يعني شيء هيك ولا يعني هلا انا النقطه اللي ما بفهمها هي هي الحاله تبع كورونا انا بودي نحكي بالموضوع بس انا كثير بعتذر منك دكتورة يعني هو شوي مو موضوع الاجتماع بس لا ما في يعني ما بتوقع في مشكله بتنظيم فعاليه هلا وبالعكس يعني ممكن نحكي اكثر. حلو كثير يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. والله يعافيك وشكرا لك بعتذر منك يعني مره ثانيه. مع السلامه. ولا يهمك ولا يهمك. لا. اهلا اهلا. في حدا يعني بيحب باخر خمس دقائق برضه يشاركنا بنقاط عن الاستراتيجيه عن الاولويات لهلا في كثير زملاء ما حكوا. علا بتحبي تحكي؟ تفضلي. شكرا جزيلا عبادي. انا كان واحده من النقاط اللي لها علاقه بالنقاشنا قبل قليل انه كيف في ناس بيشوفوا نفسهم انه هم موضوع السياسات ده ما بيهمهم وكيف ممكن يعني يحجموا عنينا ينضموا لاجتماعات زي كده بيفتكروا ان كلام معقد كثير وهم ما بيعرفوا يفتوا فيه فالافضل انهم هم ما يدخلوا نفسهم في مشاكل خاصه بالسياسات. في نقاط لها على يعني تقاطعات موضوع النقاشات حول السياسات مع الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالترحيب بالمستخدمين الجدد وجعل تجربتهم أسهل. يعني في واحدة من النقاط اللي هي نحن لما نجي ندرب مستخدمين جدد أول ما تقول له وأنت طلع على السياسات وشوفه يقول لك لا ما يعني كلام معقد شديد ما عايز أمشي هناك ما عايز أقرأ ما بعرف أكتب شنو لما يجيني خطأ. طيب ردوا علي واحد من الإداريين لكن أنا مثلا بتكونوا مترددين حاسين بأنه كأنه مع أنه إحنا بنقول هو تراتبية أفقية وما في مستخدم أفضل من الثاني وما في زول عنده أسرة على الثاني لكن برضو الناس بتكون محجمة خاصة الأجيال الجديدة إنهم هم بيكونوا شايفين أنه كأنه ده ما مجالهم يعني مع السوشيال ميديا مع الحاجات اللي هي أسهل في الاستخدام هم بيحجوا معنا انهم يدخلوا في تقاطعات زي كده. فسؤالي حتى نحن حتى يعني كمجتمع جديد يا دوب بيرمدي في مجتمعنا في السودان مع انه عندنا مستخدمين قدامى جدا سودانيين على مستوى الوطن المجتمع العربي كيف ممكن نكسر الحاجز الخوف ده وشنو هي مبادرات ممكن تكون عندها تقاطعات مع الاهداف الاستراتيجية في الفترة القادمة. دي واحدة من المواضيع اللي بتهمني. في برضو سؤال عن يعني أنا بالنسبة لي موضوع الأمان والتنمر وموضوع الخصوصية والسنسرشيب خاصة في وضعنا الحالي يعني الناس
بتفتكر انه في انفراجة في الحريات والوصول والتعبير عن المعلومات، في حين انه مثلا برضو في هجوم كبير على المحتوى السوداني وإعادة ترتيب له وكده، برضو دي واحدة من الحاجات اللي هي بتهمنا نحن، ونفتكر انها حتكون تحدي كبير بالنسبة لنا في الفترة الجاية، انه كيف نحافظ على انه يكون في حوار وفي احترام للآخر وكده، وفي نفس الوقت يكون ذول حاسب الأمان وهو بيحرر يعني. شكرا جزيلا. أنا بفتكر انه النقاش ممتاز جدا، وزي ما انت قلت انه الوقت حيكون واحد من تحدياتنا انه كيف ممكن نتابع النقاش. يا ريت لو تكلمنا عن انه كيف ممكن نرتب جلسه زي كده مع مجتمعنا ومع المجتمع العربي ككل نتابع النقاش فيها. بفتكر يعني برضه محتاجين نسيق النقاش في شكل نقاط محدده واضحه مختصره بتساعدني اقدر اوصل المعلومه لاخرين. ممكن يكون الكونكشن ذاته مشكله، نحن عندنا جدا فظيعه بالنسبه للزوم يعني. فهل ممكن مثلا نتيح النقاش على بلاتفورم اسهل واوضح يعني؟ شكرا يا ناس. شكرا على نقاطك برضو جوهريه وتتصل كثير يعني بالتوصيات. برضو حاسس مثل بشند يعني كان في اهتمام بموضوع القادمين الجدد وموضوع الامان بشكل عام. من ناحيه الخطوات القادمه اللي هلا صار الوقت يبدو اللي نحكي عنها كونه وصلنا لنهايه الاجتماع، فبالتأكيد يعني اللي حابب انه يكمل النقاش ضمن مجموعته او ضمن يعني ضمن مجموعه اصغر، هذا امر جدا جيد وجدا مرحب فيه. النقاط يعني بشكل رئيسي المفروض تكون انه كل مجموعه تختار حوالي ثلاث توصيات يعني إلها، ممكن نقول يعني ثلاثة عدد تقريبي، بس ثلاث توصيات إلها أهمية خاصة بالنسبة إلها أو بالنسبة للمستقبل، وتبعت هاي التوصيات إما عبر الاستبيان اللي إحنا عطيناكم إياه اللي هو هدفه بس تسهيل الأمور، أو بإمكانكم التواصل مباشرة مع مؤسسة ويكيميديا إذا بتفضلوا هذا الأسلوب. إذا حابين أي مساعدة بتنسيق النقاشات فأنا موجود، ما بعرف عن زميلي أناس إذا برضه بيحب يعني يتطوع هذا الأمر يعود إلى ما أحكي باسمه، بس إذا حابين تنظموا نقاش مع مجموعتكم وبدكم حدا يقدم التوصيات أو يساعد بشيء فأنا جاهز بأي وقت، بتقدروا تتواصلوا معي وإن شاء الله يعني حددوا الوقت وأنا بكون معكم. بشكل عام يعني من ناحية جمع الآراء أو متابعة النقاش هيكون في نقاش مفتوح بميدان ويكيبيديا، اذا الناس مهتمين يشاركوا بتمنى يكون في نوع من التفاعل معه اكثر من يعني التجارب الماضيه بصراحه. وبشكل عام جمع الاراء برضه مشان تسهيل الامور هيكون بشكل رئيسي عبر الاستبيان اللي ارسلنا لكم اياه ببدايه الاجتماع، وهنرد هلا نرسله على نطاق واسع بعد الاجتماع. هيكون في مهله اسبوع متوفره للجميع لملء الاستبيان واعطاء ارائهم. ومجموعات المستخدمين كل مجموعة يعني مسؤولة عن أنها تجمع الآراء ضمن المجموعة نفسها. إذا بتحبوا يعني إحنا أصلاً هنشوف مين عبى الاستبيان، وإذا لقينا أنه أشخاص من مجموعات مستخدمين معينة ممكن يكونوا مثلاً أوضح آراءها، ممكن نبعث هاي الآراء للمجموعة مشان نسهل عليها الأمر، أنه مثلاً لهم في خمس أعضاء من مجموعتكم عبوا الاستبيان وكانت آراءهم كذا كذا. فالخلاصة أنه يعني الخطوة الجاية المهمة هي أنكم تعبوا الاستبيان اللي أنا نبعث لكم إياه وتنشروا بمجموعاتكم، وإذا حابين تكملوا نقاش موسع أكثر ضمن مجموعة معينة أو ضمن جلسات تانية فأنا جاهز للمساعدة، وزميلي أناس احتمال يكون متوفر للمساعدة حسب إذا بيحب يتطوع أو لا. وبالنهاية بحب أشكر الجميع على حضورهم اليوم وعلى الوقت اللي أعطونا إياه. يعني النقاش كان قيم وكان مفيد، وفي كثير نقاط يعني هيك مثل العصف الذهني بصراحه، هذا امر جميل. انا اسف اعطيتك، تفضل. لا بالعكس، انا فقط لانك طرحت نقطه وانا اؤكد ان احتمالك صحيح، يعني ان شاء الله اذا اي شخص عنده سؤال او يرغب في مساعده او في تسيير شيء معين انا كذلك اتطوع لهذه المهمه. يعني في نظري هذه المسائل مهمه جدا وهي اولوياتنا حاليا في مجتمعاتنا، فأي شخص عنده سؤال يمكن أن يسائلني كذلك، يعني حتى لا يكون كل الضغط على الزميل عباد. وفقط أريد أن أؤكد على شيء مهم جدا حتى نختم، وهو أن هذا الاجتماع كان هدفه أولا هو وضع الأمور في السياق وأخذ فكرة، ولكن أهم شيء ليس هو حضور الاجتماع في حد ذاته، وإنما هو ما سيكون بعد الاجتماع، يعني إما الإجابة على الاستبيان أو التواصل مع المؤسسة أو تنظيم شيء في مجموعاتكم عفوا لأن تعب. فأنا هذا بالنسبة لي هو أهم شيء، أما الحضور الاجتماع هو مرحلة أولى، يعني حضور الاجتماع هو
أخذ فكرة وفهم الاستراتيجية وجمع المعلومات، ولكن الآن يجب أن نمشي إلى ما أبعد من جمع المعلومات وأن نمضي إلى الإنتاج. يعني نحن نكون في مرحلة الاستهلاك، نستهلك 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 ثم بعد ذلك ننتج. فالمرجو من جميع يعني من يشاهد هذه الفيديو سواء الآن من هم حاضرون أو من سيشاهد التسجيل أن يتفضل ويشارك في الاستبيان أو يتواصل مع المؤسسة أو يتواصل معي أو مع عباد. مرحبا يعني بجميع الطرق وجميع الوسائل إن شاء الله، وشكرا جزيلا لكم. شكرا للجميع، شكرا لحضوركم، ونتمنى لكم يوم سعيد ونهاية أسبوع سعيد. للقاء. شكرا للجميع. شكرا سعيدا مع السلامة. السلام عليكم. شكرا. إلى اللقاء، مع السلامة. أوكي، مع السلامة. إلى اللقاء، سعدنا بحضورك. أناس، أنت مضطر للمغادرة صحيح؟ صح، أنا ورضا عندنا اجتماع لويكيميديا التعليم، ولكن لو كان من أمر يجب أن نناقشه ممكن أبقى دقيقة أو دقيقتين. لا، فقط موضوع الاستبيان. أولا شكرا للجميع من فريق التنظيم، دنيا ونادين وعارين أبدعتوا بصراحة، عارين بطلت معنا بس أبدعتوا، يعني شكرا جدا. يعطيكم العافية. والله مشكورين على هذا المجهود، وحدنا لن نكون سنستطيع أن نقوم بكل شيء. صحيح. شكرا جزيلا عباد وأنس لتنظيم اللقاء والسهر على مشاركة وتنظيم النقاش. صراحة بالنسبة لاستبيان كما شفتوا راه وضعت الرابط بخصوص المبادرات، وإذا كان إنها إمكانية إضافة أسئلة أخرى أو نقاط أخرى يمكن وضع الأمر. طيب، بس بطلب بشيئين. أول شيء رضا، إذا فيك تشارك الاستبيان معي للتعديل، أبعث لك إيميلي ولا عندك؟ عندي موجود. تمام، إذا بس تشاركوا معي للتعديل مشان نضيف المبادرات إذا ممكن. وسؤالي لأناس من باب الاستيضاح، إنه أنا بتذكر أنك قلت أنك أخذت أصلاً استبيان المرداد اللي هو فيه كان المبادرات ونقلتها للعربية، فأين ذهبت المبادرات؟ أنا المبادرات لم أكتبها، يعني أنا وضعت رابط وأنا وضعت كل شيء في جوجل درايف، ولكن كان هناك نقاش، ممكن أنت كنت متغيب في ذلك الأسبوع ولا لا أذكر، ولكن كان هناك نقاش أنه لا يمكن وضع المبادرات 45 على الاستبيان لأنه سيحتاج ساعتين للقراءة، ولكن أنا لم أمس، أنا فقط وضعت أمور مرداد على جوجل درايف يعني في. لكن أنت تعرف طريقة استبيان مرداد؟ هي الطريقة أنه الشخص يختار 3 توصيات ثم يختار مبادرات فقط من هذه التوصيات 3، فهو لا يرى 45 مبادرة، هو يرى مبادرات من التوصيات لتختار. أنا ممكن أخذت الاستبيان بمنصة خاطئة، أنا لم أخذ الاستبيان التفاعلي، أنا أخذت PDF، كان موجود PDF في على الميتا فيه كل عدد من الأسئلة، لا أعرف هل تعرفه ولا لا. إذن السؤال، هل يعني يبدو بصراحة، هل أعتذر يعني هذا تقصير من طرفي، وأنا كما قلت لأناس أشتكي بعد ما أبحرت السفينة. لا كل ما عادي، أنا أصلا اطلعت على الاستبيان عدة مرات ولكن فاتني هذا الجزء. هل السؤال فقط هل نغير الاستبيان أم أن هذا سيسبب فوضى كثيرة بصراحة؟ أظن سيسبب فوضى لأنه قمنا بإرسال الرابط مليون مرة على الشات. خلاص، إذن نتركه كما هو، وأنا ربما سوف أستخدم لمجموعة الشام فقط الاستبيان مفصل أكثر. أنصح مجموعات المستخدمين بأن تستخدم الاستبيان المفصل. هل عندك استبيان مفصل بالعربية؟ لا، هو استبيان مرداد سوف أترجمه، ولكن بصراحة لن أستطيع القيام بذلك الليلة. لا، ليس الليلة، ولكن إذا ترجمتها وعندك الترجمة متوفرة يمكن كذلك أن تنشرها، يعني نحن لا نخسر شيء أن ننشر استبيانين، أحسن من لا شيء. لا، تشتيت، أظن تشتيت. سوف أترجمه يوم الاثنين مبدئيا وأنشره، يعني أنصح بنشره بالمجموعات. أوكي، تماماً، أنا لم أوضح جيداً، يعني بالنسبة للأمور التي ننشر الآن، أوكي، ننشر الاستبيان الذي عندنا، ولكن مجموعات المستخدمين لم يكن هذا الاجتماع يعني هو الهدف للكلام معهم، فأنا مثلاً نستطيع أن ننشر استبيان مفصل مع مجموعة المغرب واستبيان مفصل مجموعة الجزائر إلى غير ذلك، فإذا توفر عندك الأمر ممكن أن ننشره للمجموعات. ممتاز، إذا نعتبر هذا الاستبيان بشكل رئيسي لأفراد المجتمع والمجموعات. نطلب شيء مفصل أكثر لأن المجموعات أصلاً يعني تحتاج للتفصيل،
بناء على المبادرات التي تختارها قد يتم دعوتها للمساعدة بالتنفيذ. هذه معلومة جيدة من جيد معرفته يا عباد. مهم أنا آسف ولكن أرى أنه تأخر 9 دقائق وهناك اتصالات كثيرة كالعادة. نعم نعم نعم. فسوف أترككم أذهب إلى يلا أنس. تعليم أنا وريض. يلا. شكرا جزيلا ليلى سعيدة. على خير. بارك الله فيك. أنت كذلك. شكرا كذلك لكل من ساعدنا في هذا التنظيم. بارك الله فيكم وإن شاء الله نلتقي من جديد في مبادرات ومشاريع أخرى بكل فرح. شكرا للجميع. شكرا نادين. شكرا الدنيا. مع السلامة.